الحاج هذا من يدك لي الدبوان وما يشوفه حتى واحد ما بنديرو كنت تسمع صافي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيدين الوزيرين السيدات والسادة النواب المحترمين طبقا للفصل 100 من الدستور وعملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر نخصص هذه الجلسة للأسئلة الشفاهية لمراقبة العمل الحكومي ويتضمن جدول الأعمال اليوم 32 سؤالا شفاهيا موزع على القطاعات التالية: التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الثقافة والشباب والرياضة، الشغل والإدماج المهني، القطاع المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وأخيرا قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية. ووفقا للمادة 149 من النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، أعطي الكلمة للسيدة النائبة السيدة الأمينة لتلاوة المراسلات الواردة على الرئاسة. تفضلي. شكرا. شكرا لكم السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. توصل مكتب مجلس النواب من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون المالية رقم 70/19 للسنة المالية 2020، ثم مشروع قانون رقم 15/18 يتعلق بالتمويل التعاوني. كما توصل مكتب المجلس بمقترح قانون بنسخ وتغيير وتتميم الفرع الأول من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي، تقدم به النائب عبد اللطيف وهبي والنائبة فاطمة الزهراء المنصوري عن فريق الأصالة والمعاصرة. وتوصلت الرئاسة من النائب مصطفى الإبراهيمي بمراسلة يخبر فيها المجلس انتخابه رئيساً لفريق العدالة والتنمية. بالنسبة لعدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من الفترة 14 إلى 21 أكتوبر 2019، توصلت رئاسة مجلس النواب ب 40 سؤالاً شفوياً، 153 سؤالاً كتابياً، و 42 جواباً عن أسئلة كتابية. شكراً لكم سيد الرئيس. شكراً سيدة الأمينة. وأخبر السيدات والسادة النواب المحترمين على أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية رقم 70/19 برسم السنة المالية 2020 مساء هذا اليوم على الساعة 7 مساء بهذه القاعة. السيدات والسادة النواب، أود الإشارة فيما يخص الطلبات المقدمة من لدن السيدات والسادة النواب بناء على المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فقد تمت برمجة طلبين. موضوع الأول مآل التعاضدية العامة لموظف الإدارة العمومية من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والثاني في نفس الموضوع حول التعاضدية العامة لموظف الإدارة العمومية بالمغرب من فريق العدالة والتنمية. حضرة السيدات والسادة، نشرع الآن في بسط الأسئلة المدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. هذا القطاع الذي يتضمن 12 سؤالاً، أولها عن البرنامج الوطني للحد من أثار الفيضانات للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فلأحدهم الكلمة. تفضلوا السيد النائب. شكراً سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، عرفت مجموعة من المناطق بالمغرب فيضانات حادة وغير مسبوقة خلفت خسائر مادية وبشرية، لذا يتوجب إعادة النظر في البرنامج الوطني للحد من آثار الفيضانات وتحيينه بأخذ عين الاعتبار التغيرات المناخية المقلقة التي يعرفها العالم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير التي ستتخذونها من أجل استفادة المناطق الجبلية والقروية من هذه البرامج، وشكرا. كلمة للسيد الوزير، تفضلوا. شكرا.
شكرا سيد الرئيس، شكرا للسيد النائب المحترم. هذا الموضوع ديال الحد من اتى الفيضانات، بحال اللي تفضلتي كاين واحد العدد ديال الامور اللي وقعت في السنوات الاخيره من هذه المساله ديال المتغير المناخي، وخاصه ان هذا الموضوع هذا الان مازال ما لقاش يعني واحد الشكل مناسب ديالو على المستوى الدولي. ثم كاين بالنسبه لبلادنا كاين هذه القضيه ديال التطور العمراني اللي امتد لواحد العدد ديال المناطق اللي هي تاريخيا كانت فيها بطبيعه الحال بعض المهددات. كما في علمكم الوزاره كان عندها منذ 2003 واحد المخطط وطني للحمايه من الفيضانات، كان حصى واحد 400 ديال المواقع، تم الاشتغال على 170 موقع. الان قمنا بالتحيين ديال هذا المخطط هذا، واصبح لدينا اكثر من 1000 موقع اللي شملت مجموع التراب الوطني بما فيها المناطق القرويه والجبليه اللي تفضلتي بالذكر ديالها. فبالتالي هناك غيكون هناك استمرار في هذا المجال ديال الحد من هاد الفيضانات، اما بتدخل مباشر من الوزاره او بتدخل مباشر من وكاله الاحواض او في اطار اتفاقيات مع مختلف الشركاء خاصه الجماعات الترابيه. وحنا الان تنشتغلوا كذلك على الحد من هذا الموضوع على مستوى العاليه ديال السدود خاصه من خلال تعبئه المياه الفيضانات. كما في علمكم عندنا 145 سد كبير، وعندنا الان قيد الانجاز 14 السد، وكاين برنامج اولوي اللي كنت تكلمت عليه اللي غيضاف ليه تقريبا واحد 20 سد ناهيك على السدود الصغيره، ثم السدود التليه اللي غتوصل واحد 1000. هذه كلها مجموعه من الامور التي سنقوم بها. عندنا واحد الامر اللي كان وقع فيه شويه ديال التاخير الان حنا تنشتغلوا عليه، هو المرسوم اللي كيتعلق بالحمايه والوقايه من الفيضانات، الان هو قيد الدرس مع وزاره الداخليه للتوافق حول صيغه نهائيه. شكرا سيد الوزير. كلمة للفريق التعقيب، تفضلي السيدة النائبة. وزير، لابد أن نتمين عاليا توفر بلادنا على إطار مؤسساتي وتنظيمي لتدبير خطر الفيضانات منذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات التي أعدتها الوزارة الوصية. ونذكر هنا صدور قانون التعمير وقانون الماء وبناء مجموعة من السدود التلية والكبرى وبناء القنوات الصارفة للمياه وإحداث وكالة الحوض المائي وللمساهمة في الحد من آثار هذه الكوارث الطبيعية التي تحدث في كل بقاع العالم. نقترح أولا اعتماد مقاربة مندمجة للكوارث الطبيعية التي تحدث في كل بقاع، اعتماد مقاربة مندمجة وشمولية بدءا من الرصد الهيدرومناخي مرورا بالتحسيس والإشعار باحتمال وقوع الفيضانات إلى تهيئة المجال بإحداث منشآت وقائية، ضرورة إدراج بعد الوقاية من الفيضانات في وثائق التعمير، إلى عناية خاصة لعملية صيانة منشآت وقاية من الفيضانات، وكذلك الإسراع بتفعيل صندوق الوقائع الكارثية وتبسيط مصادر الاستفادة منها، تخفيض نسبة مساهمة الجماعات الترابية المستفيدة من صندوق الجماعات من الفيضانات، لأن هذه الجماعات عاجزة عن توفير مساهمتها. نذكر هنا على سبيل المثال جماعات إقليم طاطا، جماعة زقموزن، ولا التيمة بإقليم تارودانت. كذلك ضرورة. شكرا سيدة النائبة. السؤال الموالي يتعلق بالمسالك الطرقية والطرق القروية لسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلوا سيد النائب لوضع السؤال. شكرا سيد الرئيس. نسألكم سيد الوزير عن برنامج وزارتكم فيما يتعلق بالمسالك الطرقية الرابطة بين الجماعات القروية والمدن بالمغرب. شكرا. كلمة لكم سيد الوزير الجواب. شكرا سيد الرئيس. أولا بغيت غير نذكر بأن هذا ماشي برنامج خاص فقط بالوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، هذا برنامج حكومي عنده امتداد بطبيعة الحال، لأن تيرجع الأول برنامج وطني للطرق القروية اللي كان سنة 1995 واللي تنذكر كانت في 11000 كيلومتر و7 المليار ديال الدرهم. من بعد جاء البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية اللي الآن فيه تقريبا حوالي 14 مليار ونص ديال الدرهم و15122 كيلومتر. كان برنامج ديال التأهيل الترابي اللي كانت فيه 2320 كيلومتر وتقريبا واحد الكلفة مالية ديال 2.5 المليار ديال الدرهم. الآن نحن بصدد تنزيل وأجراءات المشروع أو البرنامج ديال تقريص الفوارق الترابية والاجتماعية بالمجال القروي والمناطق الجبلية اللي الكلفة ديال الطرق تقريبا 36 مليار ديال الدرهم، واللي غيمتد على 7 سنوات شرعنا فيها منذ سنتين. شكرا سيد الرئيس.
شكرا. كلمة لكم سيد النائب للتعقيب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، كاين عدد كبير من الطرق القروية بجميع المناطق بالمغرب اللي كتعيش في وضعية صعبة وما عادش حتى المواطنين من يدوزوا، وكنموذج إقليم أسفي واليوسفية اللي كاينة طريق 206 اللي كتربط ما بين يوسفية وأسفي واللي ولات كتسمى طريق الموت، والطريق 205 الوطنية اللي كتربط ما بين سبت كزولة وإيغوت، والطريق 2300 اللي كتربط ما بين أسفي وحد حرارة. وبغيناكم توضحوا لنا السيد الوزير، كانت اتفاقية في 2014. من فضلكم سيدات والسادة النواب أكرموا المتحدثين بالإنصات. كنسمعوا اتفاقية من 2014 اللي جات من عند الوزارة ديالكم ومشات من كانت فيها 500 كيلومتر، دابا تقلصات ل 152، واللي الآن الجماعات المنتخب المجالس المنتخبة صدقوا على هالاتفاقية وما عرفناش لحد الآن بقات في الوزارة، ما عرفنا بينكم تجاوبونا السيد الوزير. وكاين منها طرق مهمة اللي هي الطريق 301، الطريق الساحلية 301 اللي كتربط ما بين أسفي. شكرا سيد النائب. سيد الوزير، هل من رد فيما تبقى من الوقت؟ هل تعقيبات إضافية؟ معذرة معذرة سيد الوزير، تعقيبات إضافية. تفضلوا سيد النائب من الفريق الحركي، أغلبية أولا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نقدر المجهود ديالكم على رأس هذا القطاع المهم والحيوي، كيفما سبقني السيد النائب المحترم على الاتفاقية الإقليمية ما بين الجهيز والجهة والمجلس الإقليمي اللي كتخص الإقليم ديال أسفي الآن اللي وصلت 205 كيلومتر من 512 كيلومتر. المجلس الإقليمي رصد المبلغ ديالو 45 مليون درهم، الجهة كذلك رصدت 67 مليون ديال درهم، في انتظار أن تفرجوا سيد الوزير الله يجزيكم بخير على هذه الاتفاقية اللي غتفك العزلة على الإقليم لا محليا ولا جهويا. كنجيو مع لوطوروت لإنجاز مهم لي شنو صاحب جلالة في 2013، ملي كنخرجوا من لوطوروت الطريق يعني المقطع ما بين لوطوروت والمدينة 12 كيلومتر، كتنساو واش جيتي في طريق سيار سيد الرئيس سيد الوزير. فنناشدكم سيد الوزير من هذا المنبر كفريق حركي باش تخرجوا هذه الاتفاقية لحيز الوجود، وشكرا. شكرا. تعقيب إضافي من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. بالفعل سيد الوزير، كما جاء في سؤال السيد النائب، فإن الحل التي توجد على الطريق الرابطة بين اليوسفية وجمعة سحيم، بالإضافة إلى الطريق الرابطة ما بين الطريق الجهوية 241 البخاتي، أصبحت في وضعية أقل ما يمكن القول عنها وضعية مزرية جدا. بالإضافة السيد الوزير، فإن إقليم اليوسفية يعاني تردي العديد من الطرق، من بينها الطريق الرابطة بين إيغود والطريق الجهوي 204، والطريق الرابطة بين سيدي شكر والويحات، وكذلك الطريق الرئيسية التي تربط اليوسفية بالشماعية، وما تعرفه من حوادث سير مميتة في أغلب الأحيان. وللتذكير، فإن السيد رئيس الحكومة التزم شخصيا بإطلاق الأشغال في هذا المحور سنة 2019، وذلك خلال لقائنا بكم في مراكش، وهذا ما لم يتم الالتزام به لحد الآن. شكرا. كلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات. حقيقة ليس من عادة نجاوب على أسئلة لتكون نسبة الأقاليم، حيث نفضل يطرحوا فيها أسئلة مباشرة. لكن هذا الشيء اللي قالوا الإخوان ديال أسفي أنا كنت التزمت فيه، الاتفاقية أسفي أنا وقعتها، الآن مشات لوزارة الداخلية وزارة المالية، إذا فيما يتعلق بوزارة الجهيز وفات لي عليها. وأنا تنذكر بأن هذه الاتفاقية فاش كانوا تكلموا عليها الإخوان أنا كنت التزمت بها، وقلت بأن التأخير اللي كان فيها كان مرتبط بالجهة، بالتقسيم الجهوي ماشي بالوزارة. بالنسبة لهذا القضية ديال المقطع اللي غيربط الطريق السيار بسميتو غنتنيوه، حنا دخلناه في القضية ديال التثنية. بالنسبة لهذيك الطريق ديال اليوسفية جماعة تسحيم، أنا عندي الآن الراجح أننا غندخلوها إن شاء الله في شي برنامج. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. ونمر للسؤال الموالي، وهو عن تضرر الاقتصاد المحلي لبعض المناطق من البدال الوحيد للطريق السيار، للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فلأحدهم الكلمة. تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، تقوم الطرق السيارة بدور محوري في التنمية الاقتصادية ببلادنا، إلا أنه سجلت بعض المناطق تضررا كبيرا من هذه الأخيرة بسبب تواجد بدال واحد بها،
ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لجرد المناطق المتضررة؟ وما هي التدابير الكفيلة لمعالجة ضررها؟ وشكرا. كلمة لكم سيد الوزير الجواب. السيد الرئيس، هذا الموضوع ديال البدالات هو تيرجع باستمرار من طرف السادة المنتخبين. نذكر السيد الرئيس أننا ملي تنديروا محاور طرقية في طرق السيارة تنكونوا دخلنا البدالات بناء على واحد العدد ديال الدراسات اقتصادية ديموغرافية عمرانية. بالطبع ماشي بالضرورة غنوقفوا عند هذيك البدالات وما نديروش بدالات أخرى، وإنما هذه البدالات باش نديروها تتخضع لواحد العدد ديال الدراسات عندما نتوصل بطلبات خاصة من الجهات أو من المنتخبين أو من الجماعات الترابية، وتيتم الدراسة ديالها ونشوفوا واش ممكنة أو غير ممكنة، بحال اللي درنا في عين الدالية، بحال اللي درنا في توشطات، بحال اللي درنا في ليكسوس، وهذه كلها إما تتكون موالة من طرف الدولة عن طريق الشركة الوطنية للطرق السيارة أو في إطار اتفاقيات مع الجماعات الترابية الرمانية. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد النائب. الصوت. من المعلوم أن طرق السيارة بالمغرب من المشاريع التنموية التي لها إيجابيات على الاقتصاد الوطني، ولكن بالمقابل لها سلبيات على بعض المدن الوطنية التي تعيش من الطريق وعلى الطريق. بالنسبة لهذه المدن فإن الطريق بقرة حلوب، ومن هذه المدن أذكر على سبيل المثال مدن إقليم الرحامنة التي تشكل أرخبيل على الطريق رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش. سيدي الوزير، مجموعة من الحرفيين والمهنيين والتجار أناخ عليهم الدهر بكركليه فألبسهم حللا من الفقر ومن التهميش. أرباب مقاهي، جزارة، خضارة، محطات بنزين وحتى مسح الأحذية يطالبونكم سيدي الوزير برفع الحصار الاقتصادي والطرق عليهم بخلق ما أسمي أنا مقاولات طرقية، أي بدالات. صخور هامنة عندها بدال شمالي خاصها بدال جنوبي، بنقرير عنده بدال جنوبي خاصو بدال شمالي، وسيدي بوعثمان خاصو بدالين. لماذا السيد الوزير؟ باش نرفعوا الحصار على هاد الساكنة هذه. هاد الطريق هذه كتشجع السياحة الداخلية، مجموعة ديال الحافلات، مجموعة ديال السيارات بعائلتهم. هذا بالنسبة للجانب الاقتصادي. هناك جانب اجتماعي سيد الوزير، بالنسبة لبن قرير خصنا تسهيل الولوجية. لماذا تسهيل الولوجية؟ لأن بن قرير الآن فيها. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب إضافي؟ هل من تعقيب إضافي في هذا الموضوع؟ كلمة للسيد الوزير للرد نوجد فيما تبقى من الوقت. طبعا تفضلوا. السيد النائب، راه ما حناش مختلفين على انه يمكن تكون بدالات، غير هو القضية البدال هو استثمار عمومي تيخضع لواحد التوازن دقيق. وبطبيعة الحال انا قلت بانه عندما ترد علينا طلبات ندرسها، وهذا الطلب اللي تفضلتي به الان هو قيد الدراسة، وعندما تثبت جدواه بما قلته على ان الظهر ينيخ بكلكلية وكذا وكذا، غادي ان شاء الله نبرمجوا اذا كان ممكن نبرمجوا. شكرا. فيما يلي سؤالان لهما وحدة الموضوع، ويتعلق الامر بتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة لينال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، وهما اولا الاول للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. كلمة لأحد السادة النواب. تفضلوا سيد النائب. سيد الوزير، عن البرامج تزويد العالم المخطط، عن برنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، نسألكم سيد الوزير. الكلمة لأحد السادة النواب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في نفس الموضوع. تفضلوا سيد النائب. سيد الوزير، على النقص الحاد في المادة ديال الماء الصالح للشرب في مجموعة من المناطق المغرب، نسائلكم سيد الوزير. كلمة لكم سيد الوزير الجواب، تفضلوا. سيد الرئيس، شكرا للسادة النواب. سيد الرئيس، عموما التقييم
ديال هاد تزويد العالم القروي بماء الشاروب منذ أن شرعت في بلادنا هو تقييم إيجابي، ولا أدل على ذلك أنه من 1995 إلى ما تم 2018 ارتفعنا من 14% ديال النسبة ديال التزود إلى حوالي 97%. طلبت منا تقريبا 20 مليار ديال الدرهم. صحيح أنه ديك 97% العدد أو النسبة ديال الإيصال الفردي حوالي 40%، وهذا تيفرض الآن علينا التحدي ديال الإيصال يعني الفردي واللي بداو تيطالبوا به السكينة العالم القروي. وهذا الموضوع هذا ديال توسيع التزويد بالماء في العالم القروي الآن في واحد العدد ديال البرامج، إلا خدينا هي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصريح للشرب عنده من الفترة 2000 حتى 2023، يعني من هنا حتى 2023 غنحاولوا نوصلوا 99% النسبة ديال الولوج، الفائدة الساكنة ديال 365400، وتحسين التزويد بنسبة 776000 تقريبا الساكنة، وإدخال 100 مركز قروي جديد لفائدة الساكنة 274000. وفي هذا الإطار البرنامج ديال الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية عندنا تقريبا 1.8 مليار ديال الدرهم. وأنا كنت قلت أنه بمناسبة البرنامج الأولوي اللي كان ترأسه سيدنا الله ينصرو، جميع المراكز والقرى غندخلوها في المنظومة ديال التوزيع، باش هاد الإشكالات اللي تتوقع علينا في الصيف بالنسبة لهذيك المنظومات اللي تتكون منظومات محلية ما يبقاش تطرح إن شاء الله في المستقبل. شكرا سيد الرئيس. الكلمة لفريق التجمع الدستوري للتعقيب، تفضلوا سيد النائب. سيد الرئيس، سيد الوزير، حنا تنتمنوا العمل الحكومي في هذا القطاع، ولكن لا زال الكثير السيد الوزير، لأن تنشوفوا العالم القروي رغم المجهودات اللي تتقوم بها، تنشوفوا أن واحد العدد ديال الجمعيات المجتمع المدني هي اللي تتشرف على التوزيع بتنسيق مع المصالح ديال الانتاج، يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولكن تيقوموا بمجهود، ولكن ما يمكنش يبقى كحل دائم، هذا حل مؤقت اللي تنطلبوا السيد الوزير، ان بدات المشاكل تتبان، ديروا واحد المجهود وتخرجوا هذه البرامج، لان خاص واحد الحكمه محليه، لان هذوك الناس ديال الماء الصالح للشرب تيتعطلوا في الصفقات ديالهم، الصفقات باقيين تيجيو للرباط، صفقات كاين، انا عندي صفقه مثلا في الجامعه ديالي تقريبا عامين ولا ثلاث سنين، وحنا ادينا لان تاديو تنخلصوا ومازال الصفقه ما كايناش. احنا في اقليم زلال السيد الوزير واحد العدد ديال الجمعيات راه تعتمدوا غير على واحد العدد ديال الجماعات تعتمدوا غير على هذه الجمعيات في التزويد ديال المصالح للشرب، ولكن غير كافي وما يمكنش يكون حل دائم، خص هذا المخطط، لان اقليم زلال فيه واحد. شكرا. كلمه لكم السيد نائب من الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه للتعقيب، تفضلوا. سيد الوزير، هاد الارقام اللي عطيتيه وما كتشفيش الغليل ديالنا من هاد المشكل العويص اللي هو مشكل وطني تقريبا كامل. انا نذكر لك على سبيل ارجع لورا. تفضل سيد نائب. الصوت تفضل. الصوت تفضل. اعطيني الوقت ديالي ارجع لنا شويه. رجع لنا تفضل. شلون تفضل؟ انت ديتي 19 وعندك الوقت. تفضل، الوقت ديالك هو هذاك. تفضل السيد النائب. السيد الوزير، كيف سبق لي قلت لك بان هذه الارقام هذه ما كتشفيش الغليل ديالنا من المعاناه اللي كنعانيوها كاملين على المستوى الوطني. هذا المشكل ديال الماء راكم كتعرفوا، راكم واعين بانه راه مشكل كبير كنعانيو منه. ونذكر لك هنا على سبيل المثال المداشر ديال وليلي اللي كتعاني من نقص حاد من الماء ومريت اقليم خنيفره، وكان سبقت السيد كاتبه الدوله في الماء سابقا الله يجازيها بخير، انا دارت معنا مجموعه من اجتماعات ورصد المكتب واحد المشروع ديال تزويد مدينه مريت بالماء الصريح للشرب من عين اللوح واحد الثقب، ولكن الان بغيناكم انكم ديروا لنا تصفيه في الستاسيون اللي كاينه في مريرت،
غطيح اقل تكلفه وغادي تسرع بالوصول للماء لهاد الناس هادو، لان هاد الناس هادو كيشربوا غير الملحه، والملحه فاش كتقيت غالبا بالحديد راه كتقبو وكيديري الكلاوي ديال ديال شكرا. السؤال طرحت في السؤال، داز في السؤال، عفوا انتهى الوقت سيد النائب المحترم. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد النائب من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضل. شكرا السيد الرئيس. راه نفس هذا خليه غادي نهضروا يهضروا 30 ما. السيد الوزير انتم كتعرفوا بان واحد العدد ديال الاقاليم في المملكه المغربيه تعاني من ندره المياه، ومن هذه الاقاليم نقدروا نخصوا بالذكر اقليم فيقيق. فالى حد الان اقليم فيقيق ما مستفدش من التزويد بالماء فيما يخص من طريقه لونيب او غيرها الا في بعض المدن. رغم المجهودات اللي كيقوموا بها سواء المنتخبين المحليين او السلطات المحليه، راه مازال الان واحد العدد ديال الجماعات المحليه القرويه كلها كتاخذ الماء غير بلا سيترن ديال، وهذا شيء ربما الا كان شي جديد السيد الوزير فرحونا به وشكرا لكم. هل من تعقيب اضافي اخر؟ لا 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 لا, لا هل من لا ما يمكنش لا ما يمكنش تعقيب اضافي واحد للفريق، تعقيب اضافي واحد للفريق، هذا النظام الداخلي. هل من تعقيب اضافي اخر؟ تفضل الفريق الاستقلالي تفضل. ديما في السيد الوزير نهضر لك على نعطيك عطيتك مثال بمريره اقليم خنيفره اللي كتعرف ديك المنطقه السيد الوزير راك زرتيها، راه فيها 40 عين ديال في عيون ام ربيع، وعندها ربع حد البحيرات، وعندها براج كبير اللي كيدي منه المكتب الوطني للكهرباء فلوس كثيره، وحنا ما عندناش الماء، ما عرفتش حنا شنو واش. شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ كلمه للسيد الوزير للرد على التعقيبات، تفضلوا. لا هو هذا الموضوع الساده النواب، الساده النواب الله يجزيكم بخير، انا هذا الموضوع هذا كنت تكلمت فيه لان كانوا فيه واحد العدد الاسئله اللي تيتعلقوا بهذه القضيه ديال الانقطاعات في الصيف. وانا قلت بانه احنا غنستمروا لبضع سنوات في هذه الحلول اللي هي ماشي حلول جذريه. لان شنو اللي وقع؟ واحد العدد ديال المناطق في العالم القروي كانت عندها منظومات محليه، هادشي اللي شار ليه السيد النائب هذه القضيه ديال الجمعيات. او الان البرنامج اللي حنا تنشتغلوا عليه هو ربط جميع المراكز والدواوير بمنظومات قائمه للتوزيع، بمعنى في نهايه المطاف اما غيجي الماء من السد، ولا غيجي من فرشه مائيه معينه، ولا غيجي من التحليه ديال مياه البحر. وهذا خصو واحد، حنا في البرنامج ديال برنامج الاولوي اللي تكلمت عليه من 2019 ل 2026، راه الا شفتوا المبلغ الاجمالي ديال البرنامج راه تنتكلموا على 118 مليار ديال الدرهم، فيها شق مرتبط بالتعبئه وفيه شق مرتبط بالتوزيع، وهذا هو اللي غيكون الحل الجذري لهذه المساله. لان هذيك المناطق منين ما تيكونش عنده تيكون عنده مشكل في الابار ولا مشكل في العيون، تيوقع بطبيعه الحال الخصاص اللي حنا تنحاولوا نعالجوه الان، ولكنها علاج موضعي ماشي علاج شامل. فيما يتعلق السيد النائب هادشي اللي قلتي ديال خنيفره، انا غير تنذكر هو فعلا كانت واحد العدد ديال المشاريع اللي دارت، والاستثمارات كانت فيها تقريبا واحد 472 مليون ديال الدرهم في الفتره ما بين 2000 و2018، كان فيها تقويه الانتاج ديال مدينه مرير بوضع قناه الجر وبناء محطه للضخ، وتقويه الانتاج بمركز ديال اكلموس، وتزويد المراكز ديال تيغ السالين سيدي بوعابد سيدي عامر احمد بوحسوسن ايت اسحاق يطرحوا. هذه مشاريع اللي دارت، لكن عندنا بالنسبه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصريح للشرب استمرار في واحد العدد ديال المشاريع. هذاك الشيء اللي تفضلتي به. شكرا سيد الوزير. شكرا. السؤال الموالي عن تحديث وتطوير قطاع النقل العمومي للمسافرين للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق العداله والتنميه، تفضلي السيده النائبه المحترمه. سيد الوزير، في إطار المجهودات التي تبذلها وزارتكم لتطوير قطاع النقل، نسألكم عن استراتيجية وزارتكم لتطوير وتحديث قطاع النقل العمومي للمسافرين، شكرا. كلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا. شكرا سيدة النائبة المحترمة، احنا عقدنا واحد اليوم دراسي
مع المهنيين ديال النقل الجماعي للمسافرين في 9 فبراير 2019 عرضنا عليهم العقد البرنامج بعجالة. هذا العقد البرنامج فيه تقريبا 4 المحاور كبيرة: تطوير الترسانة القانونية اللي تتنظم القطاع، وفيها واحد العدد ديال المحاور منها مراجعة الإطار القانوني للقطاع اللي تيرجع للستينيات من القرن الماضي، وضع مرجع لجودة الخدمات والسلامة في القطاع، وفيه كذلك واحد العدد المحاور تحسين مستوى المقاولة النقل، وفيه واحد العدد المحاور وكذلك حكامة القطاع. وذكرناهم بالأهمية ديال أنه كاين موضوع الجودة اللي هو أساسي بالنسبة للمستعملين، وكذلك لأن كاين قانون تنظيمي اللي تيتعلق بالجهات لواحد الشق منه مستقبلا غير ثابت بالجهات فيما يتعلق بالترخيص في هذا المجال هذا. بطبيعة الحال كاين بعض المهنيين جاوبوا، وحنا الآن بصدد يعني تحرير النسخة النهائية باش يمكننا نقدموها اليوم في أفق التوقيع ديالها. شكرا سيد الرئيس. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نتمي المجهودات المبذولة من أجل قطاع نقل عمومي فعال وآمن ومتعدد الأنماط، يضمن المواطنين السفر عبر وسائل مريحة تتوفر على شروط الأمن والسلامة وبأثمنة معقولة ومناسبة. سيد الوزير، لابد من الاستمرار في حل إشكاليات هذا القطاع في إطار مقاربة شمولية وتشاركية من أجل تحسين حكامته وإصلاح منظومته. وبالمناسبة، ندعو في فريق العدالة والتنمية جميع الفاعلين في القطاع وخاصة الفرقاء الاجتماعيين إلى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول إصلاح القطاع وتنفيذ باقي الإجراءات المضمنة في عقد البرنامج. سيد الوزير، لابد من معالجة مجموعة من الاختلالات التي لا زال يعاني منها القطاع. أذكر الانحراف في نظام الرخص والتراخيص، خاصة الاستغلال في إطار الكراء والتفويت عن طريق البيع، الولوج إلى المهنة عن طريق عقد الكراء وليس عن طريق الرخص بعيدا عن رقابة الإدارة، وعدم تفعيل تجديد الرخص بعد كل 7 سنوات. هذا الإجراء الذي يفوت على الإدارة اتخاذ قرار الاحتفاظ أو السحب. إكراهات المنافسة التي تعرفها المسارات الطويلة والخطوط المربحة. ثم كذلك لابد من بذل المجهود من أجل تأهيل قطاع النقل العمومي ليكون في مستوى تطلعات المواطنين والمهنيين وفي مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلدنا. تأهيل المهنيين والعاملين بالقطاع خاصة السائقين حتى لا تتكرر مأساة الراشدية مثلا. تأهيل المحطات الطرقية والإشراف المباشر عليها، لأن بعض المحطات أصبحت عبء على المدن. شكرا سيد النائب. تعقيبات الإضافية، هل من تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير، تفضلوا. هو هادشي اللي تفضلتي به السيد النائب أغلبه موجود في هذا العقد برنامج. حنا غير اللي تنتمناو أنه هما يسارعوا بالإجابة، لأن هذا غيكون فيه مصلحتهم أولا، مصلحة القطاع ومصلحة ديال المستعملين كذلك. وحنا الان تنشتغلوا كذلك على هذه القضيه ديال الانماط، مختلف انماط النقل، باش يوقع واحد شويه ديال التوازن فيما يتعلق بالانماط النقل الاخرى، خاصه الاستعمال ديال القطار او استعمال النقل المزدوج. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. سؤال موالي عن معايير نزع ملكيه ببعض مناطق المملكه للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري، فلأحدهم الكلمه. تفضلوا سيد النائب. سيد الوزير المحترم، نسائلكم عن كيفية نزع الملكية مع ضمان حقوق المالك وشكرا. كلمة للسيد الوزير، الجواب تفضلوا. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ربما هي من أكبر الوزارات المعنية بهذه المسألة ديال نزع الملكية. هذه نزع الملكية بطبيعة الحال تنتظمها قانون ديال 87 واللي فيه واحد العدد الإجراءات إدارية وقضائية تتضمن الحقوق ديال المنزوعه ملكيتهم، وفيها واحد العدد الشروط خصها توفر. اولا الشرط ديال المنفعه العامه والتعويض ديال المنزوعه الملكيه ديالهم، تيتم تحديد التعويض من عنز الملكيه من طرف اللجنه الاداريه للتقييم المنصوص عليها في الفصل 7 من المرسوم التطبيقي للقانون، والاعتماد على البيوعات التي اجريت في المنطقه. وثم هناك بطبيعه الحال رقابه القضاء على عمليه نزع الملكيه، لانه بالنسبه يعني اللي ما تيكونش يعني مقتنع بهذه اللجنه ديال التحديد
بامكانه اللجوء القضاء. ثم كاين احترام الاجل، غير فيما يتعلق باحترام الاجل تنذكر لان هذه تجينا في واحد العدد الطلبات ديال الساده والسيدات النواب المحترمين، هو هذه القضيه ديال احترام الاجل مرتبطه اساسا بتصفيه واحد العدد ديال الاوراق الاداريه اللي خص توفر في هذه المنزوعه الملكيه ديالهم. شكرا السيد الرئيس. كلمه للسيد النائب للتعقيب، تفضلوا. شكرا سيد الوزير. يعتبر حق الملكيه من الحقوق المضمونه دستوريا حسب الفصل 35 من الدستور المغربي سنه 2011، ويتم اللجوء الى نزع الملكيه من اجل المنفعه العامه فعلا سيد الوزير، وذلك لتعويض جبر الضرر، وذلك حسب القانون 781. الا ان مالكي هذه الاراضي يعانون من تعقيد المساطر وطول المده المتمثله في الاحكام والقرارات التمهيديه لاجراء الخبره، وكذا تحديد قيمة العقار والذي غالبا ما يكون هزيلا بالمقارنة مع الثمن الحقيقي للعقار. سيد الوزير، لا يمكن أن يمكن تمالك الأرض سنين طويلة للحفاظ على أرض ليتم إصدار قرار نزع ملكية بدعوى طريق سير أو مرور سكة حديدية مقابل تعويض لن يحصل عليه إلا بعد مرور السنين. وهنا نتحدث عن إقليم جونة ومعانته من قرارات نزع الملكية. كذلك كاين سيد الوزير اللي ولات الأرض ديالو إما بياج إما رون بوان، واما على حساب داكشي اللي خرج به البلون داميناجمون، كما حصل العديد من الفلاحين بجماعه المجاطيه وللطالب، تجدر الاشاره الى ان التعويض المقرر نتيجه نزع الملكيه يجب ان يكون عادلا باعتبار ان المنزوعه ملكيته يتحمل في هذا النطاق ضررا نتيجه تخليه جبرا عن حقه العيني. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ كلمه لكم سيد الوزير للرد. لا، هو هذه المسألة هذه صحيح أنا عندي لها واحد الحساسية كبيرة جدا، وهادشي علاش عادة عندما تأتي إلي الطلبات ديال نزع الملكية عادة تنباشرها شخصيا، لأن تعرف بأن وراءها حقوق يمكن تضيع. أنا تنقول في الوضع العادي حنا الأموال اللي مرصودة نزع الملكية تنوضعوها وفق بطبيعة الحال ديك المسطرة. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي عن استراتيجية النهوض بالبنية الطرقية بالمناطق النائية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، لأحدهم الكلمة. تفضل سيد النائب. سيد الرئيس السلام عليكم. سيد الوزير، نسائلكم عن استراتيجية النهوض بالبنية الطرقية بالبوادي والقرى. سيد الوزير، تنشكركم على الاعتمادات المبرمجة والمرصودة ولكن مع كامل الأسف ما شملاتش بعض المناطق كالدائرة اللي تنتمي لها أنا، معروفة بالجهاد وقبيلة سماعلة وتزام خليبقة. لقد أعطيتم السيد الوزير وأنا كنت حاضر في 2018 أعطيته الانطلاقة ديال الطريق الجهوية الرابطة بين وتزام مولي بوعزة. أنا كنت من الأعيان ديال القبيلة هذيك الساعة، أنا كنت حاضر مباشرة بعد ما جيت السيد الوزير. انطلقت الأعمال بشهرين لثلاثة، توقفت إلى يومنا هذا ما عرفنا السبب. الساكنة تتساءل لحد الآن. شكرا سيد الوزير. كلمة لكم سيد الوزير الجواب. قضية سيد النائب حنا غنفكوها. أنا غير بغيت نقول لك مزيان اللي طرحتي هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع بالطريقة باش هو مطروح تيخفي واحد الإشكال اللي حنا تنحاولوا نعالجوا. دابا حنا تنديروا صفقات، تنفتحوا الصفقات وتتجي تبع الحلف واحد المقاوله، وعموما تنقولوا في الجهات وفي الاقاليم مزيان نعطيو شويه الاولويه للشركات والمقاولات اللي تتكون في المنطقه، من بعد تيوقع مشكل المقاوله. المسطره المعمول بها قبل ما تفسخ العقده خصك تنبهوا واحد ثلاثه المرات دي ميزون دومور، ومن بعد تفسخ العقده وخصك تعاود دير طلب ديال صفقه العروض. انا اتفهم بان بالنسبه للمواطن صعيب يفهم هذه القضيه. تيقول وزارة تجيز مادام هذيك الشركة ما خدامهش يحيدها ويجيب شركة أخرى، لكن الأمر ليس هكذا، الأمر فيه تعقيدات. هذه التعقيدات الإدارية من شأنها حماية المصالح الأطراف الأخرى من جهة المقاولة وكذلك من جهة الوزارة. هاد بالنسبة لهذا ديال وتزم غنحلوه الآن، حنا الآن غنفسخوا العقدة وغادي نعاودوا نديروها، لكن أنا بغيت نقول هو حنا صعيب علينا واحد المقاوله خدات المشروع اننا نشكوا واش يمكن لها تكملوا وما يمكنلهاش تكملوا، حيت مرات يوقع لها مشاكل في الخزينه ديالها في التريزوري ديالها. حنا ما عندناش هذه الامكانيه، حنا تنعتمدوا على لا كلاسيفيكاسيون على التصنيف ديالها طبيعة الحال، وعلى انها التزمت بدفتر التحملات وتتاخذ سميتو. فرجاء انتم ساعدونا باش غير المواطن يتفهم هذه الاشكاليه اللي هي اشكاليه اداريه، ونسعى جهدنا الا يقع هذا، لان هذه القضيه الطريق بطبيعه الحال عندها واحد الاهميه قصوى بالنسبه للساكنه. شكرا سيد الرئيس.
شكرا سيد الوزير. تعقيبكم سيد النائب، تفضلوا. همو سيد الوزير تنتفهموا الجواب ديالكم. انا بغيت نقول لك سيد الوزير راه منذ 2018 بدات الاعمال ديالها وتوقفات، دابا تدير حوادث سير. يا ريت كل ما يعني كل ما كانش خاسره كاع كون بقات تزيد اللي غادي يكمل ديريكت. واسمح لي وماذا بينا سيد الوزير تزورونا تما كتشوفوا، مرحبا بكم. هل من تعقيب شكرا. اضافي؟ تفضلوا سيد الرئيس، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الوزير. الطريق الرابطه بين السوق الاربع والزان لا في شقها الوطني ولا شقها الاقليمي هي في وضعيه كارثيه تندر بالخطر. الى سقت فيها السيد الوزير ستتخذون قرارا عاجلا بضروره اصلاحها قبل ان يقع ما يقع. شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ تفضلوا السيد النائب من فريق التجمع الدستوري. شكرا السيد الرئيس المحترم. اعتبار السيد الوزير اعتبار للطبيعه القروي لإقليم تنغير من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي نطالبكم بالتدخل على وجه السرعة لإنجاز المسالك الطرقية القروية التالية، بناء الطريق الرابطة ما بين قلعة مقونة وأزيلة العبر أي غير المقون، إصلاح النقطة السوداء ما بين وإتمام ما تبقى من الطريق الرابطة ما بين بومال مسمرير على يمين الشيل، توسيع وتقوية ما تبقى من الطريق الرابطة ما بين تنغير و تنغير وبني ملال عبر ايمن الشيل، توسيع الطريق الرابطه ما بين بومال وكنيون، اصلاح النقاط السوداء في الطريق الرابطه ما بين تنغير وحصيه عبر النيف، تقويه وتوسيع الطريق الرابطه ما بين تنغير واسول عبر اي ثاني، بناء الطريق المدار الحضري بتنغير. شكرا سيد الوزير المحترم. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ كلمه للسيد الوزير للرد على التعقيبات. هذا الموضوع اللي تارو السيد النائب مشكورا، حنا تنحاولوا الان يعني نحاصروه ما امكن، لانه فعلا هو بعض الشركات قبل او بعض المقاولات قبل ما تتوصل الانذار ديالها ماشي تتكون وقفات الاشغال، تتكون غير خفضت فيهم، وبالتالي هذا يمكن يشرح علاش شي مرات ياخذ الوقت. بالنسبه للطريق اللي طرح السيد النائب محترم غنمشي نشوفها ان شاء الله. القضيه ديال نتخذ قرار ماشي بالضروره، لانه خصها تكون داخله في واحد البرنامج. بالنسبه للنائب السيد نائب التجمع الدستوري رانا داك الشيء تقريبا اللي تيقولوا اكاد اكون حفظته عن ظهر قلب، لان في كل جلسه تيعاود يقولوا. شكرا سيد الرئيس. شكرا. سؤال موالي عن تنامي حوادث السير للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره، تفضلوا السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، ما هي الاجراءات والتدابير المتخذه من طرف الحكومه للحد من تنامي ظاهره حوادث السير؟ وشكرا. كلمه لكم سيد الوزير الجواب. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب المحترم. هذا الموضوع ديال حوادث السير هو واحد الموضوع يعني صعب وفي الحقيقه يدمي القلب، لان تنشوف واحد العدد ديال الحوادث اللي ما كانش خصها تكون، لانها تقع باخطاء بشريه. انا اللي بغيت نقول يعني عاود على بدء فيما يتعلق بهذا الشيء ديال الارقام، احنا الان عندنا استراتيجيه صودقه عليها من طرف اللجنه المشتركه بين الوزارات للسلامه الطرقيه اللي تراسها السيد رئيس الحكومه يوم 18 مايو 2017، وحنا بصدد التنزيل ديالها. بطبيعه الحال التقييم ديالنا عموما هو ايجابي لما تم في بلادنا في السنوات السابقة، لأنه كنا في واحد المرحلة تنحاولوا نهبطوا غير على 4000 ديال القتلى في الطرقات، الآن هذه النسبة هذه هبطت تقريبا لواحد 3600، وحنا الحرص ديالنا أنه في 2021 نخفضوها بحوالي 25%، وهذا عندنا فيه واحد العدد ديال الإجراءات نقوم بها تتخص رخصة السياقة أو توسيع المجال للمراقبة الأوتوماتيكية أو إلى غير ذلك من الأمور التي نقوم بها، بالإضافة كذلك إلى التحسيس. شكرا سيد الرئيس. تعقيبكم سيد نائب، تفضلوا. شكرا سيد الوزير. كما تعلمون الحرب الطرق لا تعرف تراجعا أو انخفاضا، بل في تزايد مستمر تشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، تحصد أرواح وتخلف معطوبين ومعوقين وتكلف الملايير. ويرجع السبب إلى انعدام السلامة الطرقية بينها العامل البشري والبنية التحتية والنقص في العلامات التشهير بمجالات الحضرية،
خصوصا والوضعية الميكانيكية للعربات بمختلف أنواعها، زيادة على ذلك إلى الرشق المستعمل للطرق السيار بالحجارة. شكرا. ممكن التوقيت فيه شيء إشكال؟ التوقيت فيه شيء إشكال؟ لا ريجي. شكرا. انتهى الوقت. عندي ماشي أنا كانت تفضل السيد نائب، عاد عدلوا هذا الشيء. تفضل. زيادة على ذلك إلى رشق مستعمل طريق السيارة بالحجارة ووضع حواجز لعرقة وتعطيل السيارة قصد سرقتها. سيد الوزير، أمام تلامي خطورة الحوادث السير وانعكاساتها الكارثية على النسيج الاقتصادي والاجتماعي المجتمعي، لابد للمدرسة أن تطلع بدورها الأساسي في هذا المجال، لأن المدرسة العمومية المغربية تعتبر المشتى الحقيقي لكل غاية تربوية وفضاء أساسي لترسيخ قيم ومبادئ وأسس المواطنة الحقة عبر الأنشطة التربوية والأخلاقية التوعوية وتحسيس. لكن هل هناك تنسيق بين وزاراتكم ووزارات التربية الوطنية؟ شكرا سيد النائب. هل من تعقيب إضافي؟ سيد الوزير، هل من رد فيما تبقى من الوقت؟ عندنا التنسيق مع وزارة التربية الوطنية، وأنا تنبصم على هادشي اللي قلتي السيد النائب، هذا مهم جدا، هذا بالنسبة للأطفال اللي غيكونوا الأجيال ديال المستقبل. غير فيما يتعلق بالنتائج المحققة، لا راه كاين انخفاض. السنة الأولى ديال الاستراتيجية نقصنا ب 2.66%، السنة الثانية صحيح ما كانش واحد الانخفاض كبير، كان 0.44%، لكن عموما هناك انخفاض في هذه القضية ديال الحوادث. بغيت غير نقول واحد المسألة مهمة جدا، راه أكثر من 90% ديال أسباب الحوادث هو عنصر بشري 100%. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي عن تقييم المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية للسيدة والسادة النواب المحترمين من نفس الفريق، فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا السيد النائب. سيد الوزير، عرفت عدة مناطق في المغرب احتجاجات في السنوات الأخيرة بخصوص ندرة المياه، وهذا لعدة أسباب. تتراوح الوضعية المائية في المغرب بين متوسطة وضعيفة. في المغرب يحتل المرتبة 114 عالميا من أصل 174. تميز الوضع المائي في المغرب بتعاقب فترة من الجفاف. هذا الوضع جعل الدولة تتعاطى مع الجفاف كمعطى بنيوي. يعتبر المجلس الأعلى للماء أعلى هيئة مقررة للسياسات المائية الذي قامت بالتقرير التالي. هناك صعوبات تسبب في توترات اجتماعية في بعض مناطق البلاد، مما يؤكد حجم المخاطر التي تهدد الأمن المائي في هذه المناطق على وجه الخصوص وبمجموع مناطق بلادنا بشكل عام. شهد المغرب بالفعل انخفاضا كبيرا في حصة الفرد الواحد من المياه، وحسب التقرير فإن تم العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من تناقص الموارد المائية مستقبلا. وقد أسندت مهمة تهيئة المخطط التوجيهي لتهيئة المندمجة للموارد المائية إلى الوكالات للأحواض المائية، حيث تقوم هذه الأخيرة بتهيئة مخطط توجيهي لكل الأحواض المائية التابعة للتراويب الرأي، لكنها لم تقم بمهمتها على أحسن ما يرام، وذلك لعدة أسباب. وهناك توصيات للمجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص. لهذا نطلب منكم تقييم المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية. كلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا. اولا هذا الموضوع ديال، شكرا بعد السيد النائب لان عطاني امكانيه نجاوب. اولا هذه المساله ديال الامن المائي هو موضوع لا ينبغي لا التهويل منه ولا التهوين منه. ما يقع في بلادنا يقع في عدد من بلدان العالم. انا تكلمت قبيله على المتغير المناخي، وهذا المتغير في اشكال باعتبار انه واش الامتدادات ديالو، شنو الاثار ديالو، هذا نقاش انتم تتبعوا على المستوى الدولي. طيب، ملي خطب جلاله الملك الله ينصره في 2001 على المخطط الوطني للماء والمخططات الجهوية، لحد الآن مازال ما داش. نحن الآن على مرمى حجر من إنهاء المخطط الوطني للماء، وغيتعرض على اللجنة الوزارية إن شاء الله في دوجنبير. هذا المخطط الوطني للماء لما جاء القانون 36/15 رفع العدد السنوات. الآن تنتكلموا على 2050، من 2050 خص تكون عندنا واحد النظرة شاملة للتعبئة ديال المياه والاستعمالات ديالها. وبالمناسبه راه الاستعمالات المياه اساسا هي فلاحيه، راه تنتكلموا على اكثر من 80%، وهذا واحد الموضوع تنحاولوا نعالجوا مع مختلف المستعملين. فيه الشق اللي هو وطني، وفيه الشق اللي هو مرتبط بالاحواض المائيه، وخا الاحواض المائيه هي ما خضعاش للتقسيم
الجهوي، لكن الحوض المائي هو الفضاء المناسب لمناقشة هذه القضية ديال الموارد الماء والاستعمالات ديالها، وإن شاء الله إن شاء الله نحاولوا إن شاء الله في 2020 يكون المجلس الأعلى الماء والمناخ باش يعطي الرأي ديالو في هذا المخطط الوطني للماء. شكرا السيد الرئيس. شكرا. تعقيب السيد النائب في بضع ثواني ما تبقى من الوقت. سيد الوزير، هناك مناطق يعني فيها عدة أحواض ولكن فيها مناطق لا تستفيد من المياه رغم يعني وجود المياه كثيرة في تلك المناطق، ولكن هناك مناطق تستفيد من هذه المياه والمناطق التي يجب أن تستفيد لا تستفيد، ولهذا يجب أن تقوم الوزارة. شكرا شكرا سيد النائب. الآن التعقيبات الإضافية، تفضلوا سيد النائب من فريق العدالة والتنمية. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نشكركم على المجهودات المبذولة في هذا المجال. احنا عندنا نثير انتباهكم لان الهدف ديال التدخل ديالنا هو التسريع ديال الوتيره والاثار على المواطن وعلى الانشطه الاقتصاديه والاجتماعيه. اليوم عندنا جوج الاشكاليات اساسيه، الاندماج مع القطاعات الاخرى ثم التشارك مع المواطنين. فرشات ذاك العقده ديال الفرشات المائيه مازال فيها اشكاليات حقيقيه لان التشارك مع المواطن اساسي في الموضوع. ثم النقطه الثانيه هو الاندماج مع مختلف القطاعات، القطاع الفلاحه مثلا اللي ذكرتيه مازال عندنا اشكاليات حقيقيه فيه. شكرا سيد الوزير. شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ كلمه للسيد الوزير. ان شاء الله انا تنعتقد المخطط سيد النائب المخطط الوطني للماء باذن الله غيحل الاشكال، لانه هو اشكال دقيق وعميق بيننا نحن كوزاره التي تسهر على تعبئه المياه وبين مستعملي المياه. راه تكلمتي على العقد ديال الفرشات المائيه، حتى وحده فيهم ما توقعت، لانه اشكال ديال المستعملين. المستعمل بالنسبه ليه منين تبدا تتكلم عليه على الحد المياه تولي عنده تحليل اخر. بالنسبه للتراتبيه، خص المواطن يعرف التراتبيه ديال استعمال الماء. الماء الصالح للشرب هو الاول، ومن بعد تيجي الماء الفلاحي، ومن بعد تيجي الماء المستعمل في توليد الطاقه. يعني متى تكون عندنا اشكال في الاحواض المائيه، هذه هي التراتبيه في مجال الاولويات. الان بطبيعه الحال كاين امكانيات اخرى، اما عن طريق التحليه ديال مياه البحر. شكرا سيد الوزير. شكرا. سؤال اني عن الارتقاء باوضاع مراكز تسجيل السيارات للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضلوا السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها بهدف الارتقاء بأوضاع مراكز تسجيل السيارات بمختلف مدن وأقاليم المملكة، إقليم دريوش نموذجا. كلمة السيد الوزير الجواب. سيد الرئيس، للإنصاف هذا المجال ديال مراكز تسجيل السيارات دار فيها واحد الجهد كبير في بلادنا، سواء على مستوى البناء ديالها او التجهيز ديالها او الترميم ديالها. وانا عندي هنا المعطيات، غير اللي بنينا من 2017 الان تقريبا 20 مركز ديال تسجيل السيارات جديد، واللي عندنا الان في طور البناء. عندنا الان الدار البيضاء الشماليه، قصب التدلى، وزان الرشيديه، الفقيه بن صالح، واللي عندنا الان قيد الدراسه. عندنا واحد المجموعة الآن فيهم إنزكان، جرادة، زاكورة، تطوان، ميدار، شيشاوة، ميسور، طنجة، وهذا بطبيعة الحال البناء ديالهم تيخضع لواحد عدد المعايير جديدة. وكذلك على مستوى تسهيل العمليات الآن غادي نمشيو للرقمنة ديال واحد العدد الأمور، خاصة فيما يتعلق بالبطاقة الرمادية، باش ما يحتاجش حقيقة المواطن بعد يبدا يجي كاع لمركز تسجيل السيارات يمكن له ياخذ البطاقة الرمادية عند هذاك السيد اللي في حاله الشراء الجديد. بالنسبه لهادو اللي قلت سميتو اللي تبنا، وعندنا واتزم، بني ملال، تاوريت، ورزازات، اسفي، قرسيف، طنطان، دار البيضاء الجنوبيه، بركان الخميسات، تارودانت، ولازال لدينا برنامج في هذا الموضوع. شكرا سيد الرئيس. كلمه للفريق التعقيب. تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الوزير على جوابكم. تسود حاله من التوتر والقلق لدى كل من يتوجه الى مراكز تسجيل السيارات بمختلف مدن واقاليم المملكه، اقليم دريوش نموذجا.
سواء الذين يأتون من أجل اجتياز امتحان رخص السياقة بكافة أصنافها أو الراغبين في تجديد الرخص منتهية الصلاحية أو للحصول على البطاقة الرمادية وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، فهي تشتغل في ظروف صعبة وفي محلات وأمكنة غير صالحة أحياناً في ظل سوء التنظيم. ومن تداعيات هذه الفوضى السير العادي للمؤسسة ضعف بنيات الاستقبال وبطء البت في الملفات وتراكمها وانتظار المواطنين في طوابير عدة ساعات وربما أيام فقط للحصول على أبسط وثيقة، وغالباً ما يقضي المواطنون وقتاً طويلاً في الانتظار. سيد الوزير، الموظف أو الموظفة اللي كاينة في عين المكان كتقول له رجع غدا، رجعت بعد غدا، من دابا أسبوع، هذا الشيء غير معقول. وفي الختام، فإننا نرى في فريق التجمع الدستوري أن الوقت قد حان لإحداث وتشييد فضاءات تليق بمستوى هذه المرافق وتحسين ظروف اشتغال موظفيها وبالتالي تخفيض الضغط البشري على المراكز الحالية. شكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ كلمة للسيد الوزير في ما تبقى من الوقت. لا، عفاك ما نعمموش، احنا غير تنتوصلوا بشي ملاحظة من طرف السادة المنتخبين مباشرة تنديروا فيها تحقيق. على كل حال، هذه مراكز تشييد السيارات في الأيام القليلة القادمة غنعطيوها للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وإن شاء الله غيكون واحد الأثر إيجابي باعتبار أن الوكالة هذه مؤسسة عمومية وستحرص أكثر على جويد الخدمات ربما أكثر مما قامت به الإدارة. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. في سؤال أخير في هذا القطاع وهو آني عن مصير بعض الصفقات العمومية التي أطلقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للسيدات والسادة النواب المحترمين على المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. تفضلوا سيد النائب. سيد الوزير، نسائلكم حول مصير بعض الصفقات العمومية التي أطلقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خاصة التي ما زالت عالقة منذ سنة 2008، خاصة منطقة مزاب إقليم 6 نموذج. وشكرا. جوابكم سيد الوزير. صحيح، هذا موضوع موجود لا يمكن إنكاره، كاين عدد من الصفقات اللي واقفة، أنا طلبت الكشف ديالها وعندي. بطبيعة الحال هي عندها واحد العدد ديال الأسباب ومسببات ترتبط بما هو ربما موضوعي يتعلق بتعرضات الساكنة، مشكل نزع الملكية، وفيها ما هو ربما مرتبط بالمكتب الوطني خاصة فيما يتعلق بعدم التزام بعض المقاولات اللي تتفوت الصفقات بالالتزامات ديالها واحترام دفتر التحملات، وتبقى الإشكال البنيوي. وأقوله بكل صراحة أنه المكتب الوطني كانت عنده إشكالات مالية مرتبطة بالتوازنات دياله. إن شاء الله مع توقيع العقد البرنامج المقبل اللي يمكن يكون في الأسابيع المقبلة واحد العدد ديال الصفقات ستنطلق، وأنا إذا كان شي حاجة اللي هي محدودة عند السادة النواب أنا مستعد نتابعها بشكل مباشر. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب السيد النائب. أن مجموعة من الجماعات بدأت فيها الأشغال خاصة منطقة مزاب ولم تكتمل بعد. الغريب في الأمر أن هذه الأشغال اللي دارت وتوقفت تم التخريب ديالها والإتلاف ديالها. هذا في وجهة نظر يعني المال العام، هذا المال ديال المغاربة، فكنلتمس منكم إفادة لجان المراقبة والتفتيش باش كل واحد يتحمل المسؤولية ديالو. مثلا الأشغال توقفت بجامعة عين ضربان، الخزازرة، بوكركوع، سيدي عبد الكريم، كما أن بعض الجماعات الأخرى اللي عندها طابع جبلي وغابوي كجماعة مكارطو وولاد محمد ما عندهمش هذه الخدمة ديال الماء، مع العلم أنهم كيتوفروا على السد تمسنا جا وسطهم، الشيء اللي كيجعل الفتاة القروية أنها كتقطع عدة مسافات باش تجلب الماء للساكنة، كما أن الولوجية صعبة جدا باش يجلبوا الماء لأنه هاد الجماعات خاصة مكارطو وولاد محمد ما كتوفرش على طرق، شيء اللي يجعل هاد الجماعات تبرم اتفاقيات مع وزارة التجهيز ووزارة الداخلية والجماعة باش من أجل بناء بعض الطرق باش يجلبوا الماء. مثلا وصابوا مشكل فهاد إخراج هاد الصفقات العمومية اللي بقات راهينا وحبيسة لدى الصندوق الوطني لتمويل الطرق، مثلا جماعة مكارطو أكثر من سنة وهي كتسنى فهاد
اكثر من سنويه كتسناو الافراج على هذه الصفقات، فلذلك التمسوا منكم وكناشدوكم بالاصلاح. انتهى الوقت، هل من تعقيب اضافي؟ السيد الوزير هل هناك رد في؟ لا، غير السيد النائب ذكرتي بزاف د الحوايج. صندوق نموذج تمويل الطرق هذا اشكال اخر، هذه القضيه ديال الربط مع السد، مادام مازال ما كاينش المشروع ما يمكن ليناش يعني ننتقدوا المكتب الوطني. فيما يتعلق بهذه المشاريع ما لقيتهمش عندي هنا في اللائحه اللي عندي، رجاء انت مداني بهم. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه. وننتقل للقطاع الموالي وهو قطاع الثقافه والشباب والرياضه. بداية باسمكم جميعا نرحب بالسيد الوزير، والسؤال الأول في هذا القطاع عن ظاهرة شغب الملاعب للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، حول ظاهرة شغب الملاعب الرياضية وما تؤدي به من تخريب في الممتلكات العمومية بعد جل مباريات كرة القدم، نسائلكم وعن إجراءات التي تتخذونها لحد من آثارها، وشكرا. كلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا. تحية طيبة للجميع، وأنا سيد جاعد جدا اليوم بأنني أتواصل مع 7 فرق برلمانية، وهذا أيضا في هذه المؤسسة المحترمة. شكرا سيد الرئيس، سيد وزير الدولة، السادة الوزراء. في الحقيقة ظاهرة الشغب ظاهرة داخلية على المجتمع المغربي، رغم أنها دولية، وليس من أخلاقنا شغب لا في الملاعب ولا في الشوارع، ولكن هذه الظاهرة طبعا هي مستوحاة من بعض المظاهر الكروية خارج المغرب. بالمناسبة أشكر السيدة النائبة محترمة على هذا الاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وكاين واحد المجهود تبذل كبير جدا في هذا الموضوع بتكوين لجنة خاصة مكونة من جميع القطاعات المعنية وخصوصا من الوزارات المرتبطة وهي وزارة الداخلية. وهذه اللجنة عملت واحد المجموعة ديال التدابير، وغالبا بعد استشارات متعددة لهذه الدائرة على مستوى المغرب. وقد حصلت هذه اللجنة إلى خلاصات عبارة عن إجراءات عملية سيسرع في تنزيلها قريبا، تم التوافق بشأنها. هذه الإجراءات فيها مجالات متعددة، التحسيس، التوعية، تدبير الملاعب الرياضية، انفتاح الجماهير المنظمة، هذا شيء مهم، وإشراك ممثليها في الإعداد للمباريات عن طريق إشراك شركات الحراسة في تنظيم وتأمين المباريات. طبعا هناك أيضا إجراءات أخرى قانونية وتنظيمية، وستنظم ندوة وطنية في بداية السنة حول هذا المقبول، لأن هذا ورش وطني يجب على الجميع أن يشارك فيه، لأن هذه الدائرة يجب القضاء عليها بطرق تربوية وتحسيسية أكثر منها قانونية. كذلك هناك إجراءات مبذولة على مستوى إخراج وتطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الشغب، وكنعتقد بأننا شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الوزير، انتهى الوقت. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، بداية نهنئكم على الثقة المولوية ونتمنوا لكم التوفيق في المهام ديالكم على رأس هذا القطاع الحيوي، نتمنى كذلك ما جاء في جوابكم. سيد الوزير، إن استمرار شغب الملاعب الرياضية بل وارتفاع حدته أحيانا يسائل نجاعة وفعالية وطرق تنزيل المقاربات المعتمدة للحد منه. وفي هذا الصدد نشيد بدور السلطات الأمنية ونطالبها بمزيد من المجهودات، لا سيما على مستوى الرصد والتدخلات الاستباقية، مع ضرورة مواكبة تنقلات الجماهير بين المدن، ومطالبتها أيضا بمزيد من عمليات محاربة واجتثاث منابع ترويج المخدرات بشتى أنواعها، حيث تقف هذه الأخيرة خلف كوارث عديدة يشهدها المجتمع المغربي. سيد الوزير، لمحاصرة هذه الظاهرة لابد من العمل على تحسين ظروف تنقل وولوج واستقبال الجماهير بالملاعب الرياضية. لابد أيضا من إدماج فعلي لجمعيات المحبين ومجموعات الألتراس التي ترفض العنف، وفتح حوار جدي معها من خلال قنوات الأندية الرياضية ومختلف الأجهزة الرياضية ذات الصلة، حوار يفضي إلى انخراطها بوعي ومسؤولية في عملية تأطير الجماهير ومحاربة الشغب بمختلف أنواعه. لابد أيضا من حملة وطنية مستمرة ونوعية لمحاربة هذه الظاهرة، مع انخراط مسؤول للإعلام في عملية التوعية والتحسيس. سيد الوزير،
تعلمون ويعلم الجميع أن الشغب الموازي للمنافسات الرياضية عموماً وكرة القدم خاصة أصبح ظاهرة مزمنة تطورت عبر سنوات من عنف لفظي معنوي إلى عنف مادي يتجلى في الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وعلى الأرواح، حيث خلف ضحايا كثر في مشاهد مأساوية هزت رأي العام الوطني في العديد من المناسبات، وهو عنف لا يمكن فصله عن العنف المتنامي في المجتمع المغربي، حيث يعتبر الأول امتدادا للثاني والتصدي لهما مسؤولية جماعية ويتطلب الأمر خطة وطنية مندمجة. شكراً سيد النائب. هل من تعقيب إضافي؟ نمر السؤال الموالي وهو عن حول تطوير الرياضة المدرسية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق تجمع الدستوري. تفضلي السيدة النائبة لوضع السؤال. شكراً السيد الرئيس. أولاً نهنئكم السيد الوزير بالثقة المولوية التي حظيتم بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. السيد الوزير، إن قانون التربية البدنية والرياضة 30/09 في المادة 2 نص على إجبارية تلقين التربية البدنية في المؤسسات التعليمية، كما أن المرسوم التنظيمي في سنة 2011 حتى على إحداث لجنة مختلطة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة من أجل تفعيل المادة 31 من دستور المملكة بجعل التربية البدنية حقاً للمواطنين، ولماذا بعد مضي أكثر من 7 سنوات من صدور القانون لم ترى اللجنة المختلطة النور بعد؟ شكراً. كلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا. شكراً السيدة النائبة المحترمة. فيبدو لي أن هذا السؤال عنده علاقة بالسؤال الأول. لا بد من تدخل التربية في مجال الرياضة، وربما أن هذا القطاع المندمج سيربط الثقافة والرياضة، لأن الرياضة يجب أن تكون آلية من آليات التربية وليس العكس. جوابكم الجواب على هذا السؤال أنه هذه اللجنة المختلطة من طبعا من وزارتي التربية الوطنية والشباب ما تماتش في 7 سنوات. هذا موضوع ما عرفتش الأسباب، وأتأسف لكون 7 سنوات ما تكونت هذه اللجنة، وأنا شخصيا سأسهر على إحداثها فورا لأنها ترتبط بالسؤال السابق وهو الشغب، ويجب أن تكون الرياضة في المدارس لينتهي الشغب في الملاعب. أما بخصوص الإجراءات المتخذة طبعاً وتفعيل الدستور، فإن هناك بعض الإجراءات تمت وهو تفعيل اتفاقية الشراكة مع القطاعات الحكومية ذات الاهتمام المشترك، تطوير الرياضة بالعالم القروي والإحياء الهامشية، تطوير الرياضة كذلك النسوية، بالإضافة للاهتمام برياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعاً هذه الإجراءات موجودة ولكن غير كافية، والوزارة عازمة على تطوير هذا القطاع بمعية تثقيفه، ونتمنى أن نوفق في ذلك. أضيف بأن الحكومة عازمة على حل هذه المشاكل لأن فيها سمعة المغرب، وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيبكم سيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الوزير على الجواب ديالكم. الكل يؤمن أن الرياضة المدرسية تعتبر مشتلا حقيقيا لاكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة جدا، فأنتم تعلمون أن القيمة التربوية للرياضة المدرسية تتجلى في نشر الأخلاق والتسامح إلى جانب صقل المواهب وتكوين أبطال الغد. لهذا لابد لنا السيد الوزير من إعطاء عناية خاصة للرياضة المدرسية عبر تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة سنة 2008 تماشيا مع الرسالة الملكية، كما أنه قد بات من الضروري عقد شراكات بين مختلف الفاعلين والتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية. كما أننا في فريق التجمع الدستوري نراهن على الارتقاء بالرياضة المدرسية والتربية البدنية والمساهمة في تطوير الرياضة من خلال مساهمة الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والمؤسسات التعليمية في مختلف مستويات وأسلاك التعليم المدرسي، مع تمكينها من الاعتمادات المالية الضرورية لأداء مهمتها. وشكرا. شكرا سيدة النائبة. هل من تعقيب إضافي؟ سيد الوزير، الرد في حدود ما تبقى من الوقت، تفضلوا. كلمة واحدة، سنتفق مع وزارة التربية الوطنية لجعل واحد الاتفاق رسمي ونشتغل عليه في المدارس مع الوزارة. شكرا. شكرا سيد الوزير. ونمر السؤال الموالي وهو عن تأهيل دور الشباب للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضلوا سيد النائب لوضع السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، ما هي الإجراءات المتخذة للنهوض بدور الشباب وتأهيلها وتعميمها حتى تقوم بدور المنوطة بها على المطلوب؟ وشكرا. كلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا.
هذه دائره استثنائيه، فمثلا بالنسبه للملاعب المغلقه كاين استثناء ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء والملعب الكبير بفاس، وهذا كيخضع لواحد المجموعه ديال الاجراءات ديال الصيانه، وعندما يتم سيفتح وهذا شيء طبيعي. فيما يتعلق بالضبط بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء والذي تشرف على تدبيره شركه كازا، نعم لا سير حتى انا سمعت منه السيد الوزير الجواب عن دور الشباب، عن سؤال لتأهيل دور الشباب. الترتيب هنا اللي عندي هو هذا، كتجي الترتيب عندكم ما عرفتش. إلا سمحتوا كاين عندي اتصال من النائب اللي كلقى السؤال ما جاش، واتصلنا بالوزارة المكلفة مع البرلمان وطالبا من النائب بأنه أخر هذا السؤال حتى يأتي، وبالتالي تم حذفه، لذلك ما عنديش في البرنامج، وهو بطلب من النائب وتم إخبار الوزارة المعنية. اسمحوا لي. إذا كنعتبروا هذا جواب ديال السيد الوزير، وأنا تفضل السيد النائب للتعقيب. دابا هو قال لك ما يجاوبش، ما يجاوب الناس، شنو غنقولوا له؟ يأجلوا لا نقطة نظام، هناك نقطة نظام، سيد رئيس نقطة نظام، تفضل سي بوانو. سيد الرئيس، غير في المسطره هادشي اللي تكلم به السيد الوزير، ما كاينش مسطره النظام الداخلي ديالنا، ولكن نحن كنتفاهموا. اولا كنرحبوا بالسيد الوزير، وان شاء الله هذه البدايه ديالو غيشتغل معنا ان شاء الله. غير هذه ما كاينش في المسطره، ولكن لا يمنع بانه اذا كانت عنده شي حاجه باش يجاوب يجاوبنا. اما هي راه تصافق مع النائب وداك الشيء، راه ما كاينش في المسطره. ما عديرها، شكرا. هذا امور واضحه السيد الرئيس، من فضلكم تنعتبر بان ما جاء به السيد الوزير جاوب، احنا لا رقابه لنا على جواب السيد الوزير. الكلمه للسيد النائب للتعقيب. نقطه نظام السيد شاب. شكرا السيد الرئيس. غير فيما يخص الجدول الأعمال الذي أعده المكتب هو بين أيدينا، السؤال فهو مبرمج. حنا كنقترحوا على الحكومة، السيد النائب ديال الفريق غيعاود يتلي يقدم السؤال ديالو، والحكومة تجاوبنا على السؤال. السؤال راه يعني واضح. شكرا. مبرمج راه مبرمج في الجدول الأعمال. معذرة، السؤال رقم 15 بجدول أعمالنا يتعلق بتأهيل دور الشباب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلوا السيد النائب للتعقيب. هذا النظام الداخلي، ما غاديش نبقاو في المناقشة الآن. نبدأ من الأول. السؤال سيد الوزير. ندير السؤال. ما هي الرد؟ السيد الوزير، السيد الوزير، السيد الوزير، تفضل السيد النائب. الإجراءات المتخذة للنهوض بدور الشباب وتأهيلها وتعميمها حتى تقوم بالدور المنوطة بها على الوجه المطلوب، وشكرا لكم الحق في الرد. تفضلوا السيد الوزير في إطار الرد للجواب والرد. الله يخليكم. للتوضيح، للتوضيح، أنا عندي خبر من الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان التي تنظم العمل البرلماني مع الوزارة. عندي النائب علالي العماري من فريق حزب السد العمري، وهذا جاتني هذه المعلومة على أساس أنه هذا السؤال تأخر حتى يكون موجود. أنا ما تكلمتش مع النائب، ولكن اللي بغيتو ندوه في هذا المجال ندوه فيه. طبعا هذا المطلوب السيد الوزير، هذا المطلوب. هذا المطلوب. تفضلوا. فيما يتعلق بدور الشباب، كتعرفوا وزارة الشباب والرياضة عندها خريطة كبيرة جدا على مستوى التراب الوطني، فيها ثلاث أنواع. فيها دور الشباب نشيطة والطاقة الاستيعابية ديالها مرتفعة،
وفيها دور الشباب، فيها مشاكل متعددة على مستوى البنية التحتية يجب تطويرها، وهناك مشاريع جديدة يجب، لأنه بعض المناطق تلقى الكثافة السكانية لا تستوعب هذه دور الشباب، بعض المناطق فيها مركبات ولكن الكثافة قليلة. فكنعتقد نحن سنعمل على حفاظ التوازن الجغرافي لتقريب الكثافة من المراكز الكبيرة والعكس. وأنا مستعد لأي جواب، فقط كنسقو مع شكرا. شكرا شكرا السيد الوزير على التفاعل مع السؤال والتعقيب. ونمر، هل من تعقيب إضافي؟ لا، عقب، انتهى الموضوع. عقب طرح السؤال. تفضل تفضل سيد نائب التعقيب، تفضل تفضل. أنا أعطيته الكلمة في التعقيب، سمحوا لي. سيد الوزير، علينا أن نعترف بأن العديد من المدن والمدن سيد النواب من فضلكم، علينا أن نعترف بأن العديد من المدن والمراكز والجامعة القروية تفتقد لدور الشباب، أغلبها غير مجهزة بالمعدات والموارد البشرية اللازمة لتمكين الشباب من الاستفادة من خدمتها على الوجه المطلوب. الأمر الذي يجعل هذه الفئة الاجتماعية محرومة من هذه الفضاءات التربوية والتعليمية والتأطيرية والتنشيع على القيم الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم تونات بما فيها الجماعات غير مؤهلة. حوالي جماعة دائرة غفصي القرية فيها 23 جماعة، حوالي فيها 6 جماعات للمخدومين. هذه الجماعات التي يظل شبابها يتخبط في المشاكل المرتبطة بالعيش الكريم ويعاني من الإحباط واليأس والتهميش والإقصاء في غياب إرادة سياسية حقيقية لتحسين وضعية الشباب. وشكرا. شكرا سيد نائب. هل من تعقيب إضافي؟ تفضل. عفوا، تفضل السيد النائب من فريق العدالة والتنمية. السيد الوزير، نختم اليوم هذه الفرصة هذه ونبغيو نثيروا انتباه ديالكم لعدم انسجام هيكلة الوزارة بالنسبة لجماعة الدار البيضاء اللي تتكون من 8 العمالات. 6 من هذه العمالات كل وحدة عندها مدير إقليمي. 2 العمالات المتبقية اللي هي عمالات كبيرة، عمالة مقاطعة الحي الحسني وعمالة مقاطعة عين الشق، إضافة إلى عمالة إقليم النواصر اللي تتكون 5 الجماعات. هاد 3 العمالات كلهم عندهم مدير إقليمي واحد، وهذا الشيء تترتب عليه مشاكل كثيرة للإدارة ولجمعيات المجتمع المدني. تعقيب فريق الأصالة والمعاصرة، تفضلي السيدة النائبة. سيد الوزير، كانت فرصة مهمة أن اليوم الشباب والرياضة والثقافة اندمجوا، فهي فرصة مهمة جدا على أساس أن اليوم الشباب والرياضة عندهم حوالي 600 دار الشباب و500 وبالنسبة لدور الثقافة 500 ديال دور الثقافة. أنا أعتقد أن إدماج هاد المؤسسات فيما بينها وترشيد يعني الموارد البشرية وكذلك الموارد الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية هي في صالح، أنا أعتقد في صالح الوزارتين، وغادي تكون في صالح كذلك 8 المليون ديال الشباب اللي كيترددوا على ما يناهز 600 دار الشباب. ومع ذلك فأعتقد أن كل سنة وزارة الشباب والرياضة تؤهل عدد كبير من دور الشباب، ولكن هذا التأهيل يكون سنويا وفي كثير من التكرار وعدم ترشيد للنفقات. شكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ سيد الوزير، رد على التعقيبات إذا كان لكم ردا. شكرا. نمر للسؤال الموالي وهو عن تأهيل، وهو رقم 16، عن إغلاق العديد من الملاعب الوطنية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي. تفضلوا سيد نائب. شكرا سيد رئيس محترم، السيد وزير، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب. أولا أشكر السيد وزير على الثقة الملوية والاستمرارية في العمل من أجل السيد وزير. السؤال ديالنا هو حول إغلاق العديد من الملاعب الوطنية في وجه الفرق الوطنية. شكرا. من بعد تفضلوا سيد الوزير. أولا فرحان بزاف بالتفاعل، إن هذا هو جينا هنا لنتفاعل على كل شيء لصالح البلاد.
انا قلت بانه اغلاق الملاعب كاين دائما لاسباب صيانه ومحدوده، والان الاشغال جاريه بسرعه على اساس بعض الفرق ما تبقاش تنقل الى اماكن اخرى، وكل محدودات الزمان يعني في اطار 20 يوم او شهر حسب بعض الدراسات بان ستنتهي وستفتح الملاعب ابوابها في وجه المنتخبات. رد السيد النائب، تعقيب السيد النائب تفضلوا. شكرا السيد الوزير على الجواب، وفعلا هذه الاشكاليه ديال الملاعب اللي كتقفل كتخلق يعني واحد اشكاليه كبيره بالنسبه للانصار ديال الفرق، بالحكم على انه كتنقل يعني من مدينه لمدينه، واللي كيتطلب يعني واحد مجموعه الامكانيات الماديه كبيره في هذا الجانب هذا. كذلك السيد الوزير في موضوع الحكامه والتدبير والمسؤوليه ديال المحاسبه، ما يمكنش حنايا نعدلوا ملعب، لان كنشوفوا حنا على انه يعني في العواصم الاوروبيه على انه الملاعب تستمر لسنوات، وما يمكنش يكون الملعب يتم التجهيز ديالو او يتم الصيانه ديالو ولكن بين الفينه والاخرى كندوروا في نفس الحاله وفي نفس الاسطوانه، وهذا هو اللي كيجعل على ان هناك تبذير للمال العام، وهذا كيشكل يعني واحد الخطوره على السير العادي ديال المؤسسات الرياضيه ديالنا. وكنعرفوا على انه بلادنا المغرب وكل الشباب وكل المغاربه عاشقين لكره القدم، ولهذا فخص تعطى واحد العنايه كبيره لهذا العمل هذا، باش يمكن السيد الوزير يكون عندنا واحد النضج فكري وسياسي. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب اضافي؟ رد السيد الوزير. يجب ان نوضح بان هناك بعض الملاعب ديال كره القدم بالذات للجميع، كاين بعض الملاعب الرياضيه لا تدبرها الوزاره، كيدبروها المجالس البلديه، كيدبروها اداريا وماليا، والوزاره فقط يمكن ان تتدخل عند اللزوم. هذا تيخص لانه كاين متدخلين من بعد في لقاءات قديمه، كاين متدخلين في هذا المجال. بخصوص الملاعب اللي هما تابعين للوزاره، فانها عندها واحد الرؤيه خاصه وكدير حلول لبعض الفرق لتنقلوا لاقرب مكان. بالنسبه مثلا بحال الملاعب الكبرى ديال الدار البيضاء ومتكلفه بها شركه وفي الصيانه كتطلب واحد الوقت كثير، هذا طبعا لانه كتعرفوا هذه التقنيه ديال العشب كتطلب واحد الوقت باش يكون صالح للعب. وشكرا. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي، السؤال الموالي هو تعميم ملاعب القرب للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، كما تعلمون فوزارة الشباب والرياضة بشراكة مع المجالس الإقليمية ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق تجهيز الجماعي أطلقت برنامج لإحداث 800 ملعب للقرب بالمجالين القروي والشبه الحضاري بميزانية إجمالية تقدر حوالي ب 600 مليون درهم، وذلك من أجل التخفيف من النقص المسجل في البنية التحتية الرياضية ببلادنا. ولكن سيد الوزير، هذا العدد لا يكفي لتعميم ملاعب القرب في جل مناطق المملكة خصوصا القروية منها والجبلية. فالهدف الأسمى سيد الوزير من هذا البرنامج هو التنفيس عن الشباب والأطفال من خلال تقريب هذا الملاعب منهم وفسح المجال لهم لتفريغ طاقتهم وصقل مواهبهم في المجال الرياضي، بدل الانزواء وسط دائرة التهميش والحرمان والتي تؤدي إلى شيوع ظواهر سلبية تضر بهم وبالمجتمع. وليكن فعلكم السيد الوزير بالمناطق الجبلية على سبيل المثال بأعلى جبال تمروت وآية حدي والسلالة العزيزة بإقليم شيشاوا، يقوم الشباب عبر جمعيات محلية بتنظيم دوريات لكرة القدم خصوصا في فصل الصيف، وبإمكانيتهما الذاتية البسيطة في غياب تام لملاعب القرب والعديد من المرافق المتعلقة بالشباب. ونظرا للأهمية الكبرى للرياضة ومدى دورها الإيجابي على الشباب، فقد أضحى من الضروري المضي قدما في تعميم ملاعب القرب خصوصا في العالم القروي وبالأخص تلك المناطق الجبلية سيد الوزير التي تعيش على عتبة الفقر وقساوة الطبيعة. لذلك سيد الوزير، نسائلكم ما هي السياسات والتدابير اللازمة التي تعتزمون اتخاذها من أجل تعميم ملاعب القرب في المناطق القروية والجبلية لتحقيق العدالة المجالية بين المدن والقرى؟ وشكرا. شكرا. كلمة للسيد الوزير الجواب تفضلوا. شكرا سيدنا المحترم على هذا السؤال الهام. طبعا هي ملاعب القرب
للممارسين الرياضيين المحليين، ولكن هي ملاعب البعد الاستراتيجي لجلب أكبر عدد ممكن من الشباب كرياضيين وكأبطال. هذه الفلسفة ديال ملاعب القرب، فهي ملاعب القرب وملاعب البعد في هذا التوجه. في إطار التوجيهات الملكية السامية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الشرائح المجتمع وتفعيل السياسة الحكومية والاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة خصوصا للشباب والرياضة، هناك اتفاقيات شراكة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق تجهيز الجماعي من أجل إحداث 800 ملعب للقرب. إذن الوزارة هي جزء من المشروع. كاينة وزارة الداخلية هي كدير ملاعب القرب عن طريق الجماعات، والوزارة كذلك تساهم بأموال وأحيانا تنجز منفردة. إذن هذا واحد المشروع كبير وطني مشترك مع جميع الفاعلين. احنا بالوزارة لما تلقيت هذا السؤال واحتراما لطرحه سنقوم بجرد كم أنجزنا حاليا وتمارس في الرياضة، ما هي المشاريع التي ستنجز وفي أي أفق واش سنة ولا سنتين، ثم أيضا كذلك رصد واحد توجه خاص في أفق سنة ولا سنتين تكون هذه 800 متوفرة، لأن شبابنا محتاج إلى هذه الملاعب وهي في حقيقة غير كافية، ولكن سنعمل ما نحن مكلفين به. أيضا هناك تشكيل لجنة للتتبع لدى في العملات والأقاليم، هناك دوريات مشتركة كذلك للتنسيق، وهناك كذلك دعم كبير من قطاعات مختلفة للتجهيز، لأن ملاعب بدون تجهيز كطرح مشكل، وملاعب بالتجهيز وبدون موارد هي كطرح مشكل. إذن كاين مشكل. شكرا السيد الوزير. هل من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال الموالي وهو عن حصيلة الموسم السنوي للمخيمات للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فلأحدهم الكلمة، تفضلوا السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، أشرفت وزارتكم على تدبير مجموعة من المخيمات الوطنية والدولية خلال فصل الصيف. نسألكم سيد الوزير أولا عن حصيلة لهذا الموسم، ثانياً عن تدبير هذه المخيمات، وشكراً. كلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا. طبعاً هذا قطاع مهم، لأنه قطاع التخييم أصبح قطاع ثانوي في عدد كبير من الأطفال، وفي كذلك أصبح مدرسة للتأطير. الحصيلة اللي متوفرة الآن في حصيلة جيدة، ماشي داكشي اللي بغينا، ولكن ماشي داكشي اللي كان، كاين واحد المجهود تبدل، ولكن كاينه برامج موجوده يجب اتمامها، وننتظر فقط الامكانيات لانجاز هذا المشروع. مثلا عدد المستفيدين الى حدود شهر اكتوبر الحالي 139,269، اعتقد هذا الرقم ماشي كافي، ولكن ممكن يطور بخلق البنيه الجديده للمخيمات. والمخيمات ماشي فقط هي تجميع الشباب او تجميع الاطفال، هي ايضا ستكون مصدر للتأطير والتربية والتكوين، سندرج فيها الجانب الثقافي انطلاقا من دمج الوزارة والجانب الرياضي والتربية على المواطنة في كل البرامج. كذلك كاين واحد مجموعة ديال البرامج لنقل الخدمات التكميلية، اتفاقيات مع المكتب الوطني لوضع واحد الأثمنة مناسبة، ثم كذلك رفع الطاقة الاستيعابية للمخيمات التي كانت السنة الماضية إلى 27%، إذن كاين إقبال. ملي كيشوفوا الناس كاين تنظيم وكاين الحفاظ على الجوانب الاجتماعيه والجوانب السيكولوجيه والنفسيه الى غير ذلك، فالناس تيشاركوا بالاطفال ديالهم. تيبقى خاص واحد المراجعه ديال نظام التكوين، لانه نظام التكوين من 1957 ما تطورش بزاف، وبالتالي خاص غنسهروا على واحد المضامين جديده تواكب الناشئه، تواكب الاحتياجات، وتواكب كذلك ما هو تربوي واجتماعي. طبعا تنركزوا على واحد النقطه، خاصها تكون حكامه البرامج الخيم. هاد الحكامه تقريبا غنحاولوا نقلبوا على اطور او نشجعوا ما هو موجود باش تكون واحد الحكامه في التدبير. شكرا 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 السيد الوزير. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، نهنئكم على الثقه ونرجو لكم التوفيق والسداد. المخيمات خدمة عمومية لإسعاد أبناء المغاربة، وهي كذلك فضاء لاحب للتربية على قيم نبيلة، المواطنة، التضوع، التسامح، احترام الآخر.
لذلك قضاياه، وبما أنها موجهة للأطفال والشباب ينبغي أن تكون في صلب النموذج التنموي الجديد. كذلك هذه المخيمات بالمسار الطويل اللي قطعته وبالتجربة اللي كينا وبالإقبال اللي عليها والجمعيات المشتغلة في المجال ديال التخييم يستدعي الآن مؤسسة قائمة بذاتها لتدبير شؤونه. سيد الوزير المحترم، نلتمس منكم أن تحققوا في مرحلتكم هذه مجموعة الأمور. الأولى العدالة المجالية، لا بد من إنصاف وتمييز إيجابي لأطفال العالم القروي، لأطفال المغرب العميق. هاد الناس راه كيعانيو، خصهم يولجوا لهاد الخدمة دون إقصاء أو حرمان. المسألة الثانية، لا بد من تسريع بإخراج قانون ينظم هذا المجال. المسألة الثالثة، القطع مع التصرفات الرعناء التي تشوش على هذه المحطة، وهي المنع ديال المخيمات في آخر لحظة. نعطي مثال، جمعية شباب درقة للتنمية الاجتماعية بتارودانت، الحافلة كانت ستنطلق على الساعة 10، منعت مع الساعة 8. هذا يترك، هذا عنف ضد الطفولة، يترك جروحا في الأطفال قد لا تندمل. المسألة الثالثة شرتي لها، وهي نائب انتهى الوقت. هل من بدون تفاق، الله يبارك فيكم، هل من تعقيب إضافي؟ أعتقد أن السيد الوزير الرد، تفضلوا، انتهى الوقت السيد الوزير، أنا آسف. السؤال الأخير في هذا القطاع هو آني عن البطاقة المهنية للفنان والآثار المرتقب لتحسين الأوضاع الاجتماعية للفنانين المغاربة للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضلوا السيد النائب. ما هو أثر المرتقب للبطاقة المهنية للفنانين من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية وتمكينهم من فرص الاشتغال وغير ذلك؟ شكرا. كلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا. طبعا شكرا سيدنا المحترم على طرح هذا السؤال المهم، لأن الاعتناء بالفنان كذلك جزء من التنمية وليس فرجة فقط. طبعا كاين لجنة مختصة عملت مجموعة ديال المعايير وحددت هذه المعايير لمنح البطاقة للفنان بدون استثناء وبدون تمييز، ولا زالت مجموعة من الملفات معروضة لاستكمالها، والآن سلمت حوالي تقريبا 50 بطاقة، وأعتقد أن الأمور سنسهر عليه مستقبلا لاستكمال هذا الورش، لأنه نحن ندعم الفنان والفنانة المغربية. كذلك هناك هاد البطاقة راه كتعطي واحد المجموعة ديال الامتيازات، ومجموعة كذلك ديال الولوج إلى بعض الخدمات. أعتقد أن هذه البطاقة ستكون مفيدة، وأن الوزارة عازمة على استكمال هذا الملف وأخذه بجدية. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. سيد الرئيس، سيد الوزير، احنا كنعرفوا الكفاءة ديالك والمقدورة ديالك والتكوين ديالك، وماشي خافي علينا، الله يجازيك بخير. هاد الفنانين راه يعدون بالآلاف، وانت كتعرف هادشي، وناقشنا هاد الموضوع جد مرارا وتكرارا قبل ما تكون وزير، وسنوات هادي، الله يجازيك بخير. احنا بغينا هاد البطاقة، شنو هو الهدف منها؟ هو ان نجمعوا هاد الناس وننظموهم، وانتوما كوزارة تفاوضوا باسمهم باش تكون عندهم التغطية الصحية مع شركة التأمين، وتكون بواحد الثمن مهم جدا بخص، ديروا لهم واحد الودادية سكنية. راه كاين اللي ما كيخلصش الماء والضو، ما بالك في الكرة، كاين اللي على حافة الفقر، راه الفنانين ضايعين، وراه كاين كثير من 50، وراه هذا الملف كان تبدا، وراه الله يخليك خدموا فيه بجدية وبسرعة. راه كاين اللي ما كيجبرش حتى باش يداوى، وهادشي كتعرفوه، راه المواقع الإلكترونية كتقيل دوزهم وكتشوفوهم، وبدا السي العرج مع كامل الأسف ما كمل شيء، ولكن الله يخليك خذوا بيد من حديد هذا الموضوع، راه موضوع جدي، وراه هاد الناس مهمولين، رغم أنهم مورود ثقافي كبير كنفقدوه، ما بقيناش نجبروا بحال العربي الدغمي، ما بقيناش كنشوفوا بحال واحد العداد ديال الناس، أمينة رشيد الله يرحمها إلى آخره، هادشي لأنه ما كاينش تشجيع الفنان، كيكمل بالفقر وبالسعاية. الله يجازيكم بخير، خذوا بيد من بهذا القطاع هذا. شكرا سيد الوزير. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟
فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، انتم تعرفوا بانه قانون الفنان كان اصله مقترح قانون جابيه فريق العدالة والتنمية في الولاية السابقة. نحن نؤمن بان هذا القانون عنده واحد الأهمية كبيرة جدا في خلق دينامية جديدة في القطاع الفني الثقافي المغربي، وكذلك حفظ كرامة الفنان المغربي الذي يعتبر مصدر إشعاع حقيقي للوطن لوطننا المغرب. هذا من جهة. من جهة ثانية السيد الوزير، حسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة الثقافة، يوليوز 2019 تم منح 1500 بطاقة مهنية للفنان من أصل 5000 طلب. داكشي علاش بغيناكم تحركوا شوية هذا الملف السيد الوزير من أجل إعطاء دمية قوية، بالإضافة إلى إعطاء قوة حقيقية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، لأن الرفع من الإيرادات غادي يعطي كرامة أقوى للفنان المغربي. وشكرا. شكرا سيدة النائبة. هل من تعقيب إضافي آخر؟ شكون؟ فريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب. السيد الوزير، وحنا بصدد الحديث على بطاقة الفنان، هناك انطباع نتمنوا يبقى مجرد انطباع عند الفنانين الأمازيغ أنهم في التعاطي معهم، لا في البطاقة ولا في التحفيزات ولا في التكريمات، أنهم تيبقوا فنانة من درجة ثانية. مؤخرا كانت وقفة ديال الفنانين أمام ولاية جهة سوس مسا، واحد العدد كبير من الفنانين اللي كان عندهم الانطباع، تنتمناو من الوزارة ديالكم تدحض هذا الانطباع وتعطي انطباع إيجابي أكثر ملائمة. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات. تفضلوا. أولا، الوزارة تتعامل مع أي مغربي اللي كيحمل الجنسية المغربية وفنان نفس الاستحقاق بالكامل، وإلا كانت شي حاجة حنا نحاربوها. النقطة الثانية وهي مهمة، الفنان هو الوحيد الذي لما تأتي الهموم في البيوت وفي الشوارع فيأتي الفنان ويطربونه. الفنان هو الوحيد اللي يمكن يخلق لك إشهار دولي في أكثر من دولة، فالفنان عنده دور كبير إشعاعي داخلا وفرجوي. أنا شخصيا هذا الملف سنأخذه بعين الاعتبار وبتشاور وبتعاون، فقط أن الجهة المعنية اللي كتمنح البطاقات سيدنا المحترم، كنشكرك ذكرتيني بالحوارات السابقة، راها فيها لجان من المختصين ومن الفنانين ومن النقابة، لأنهم هما اللي تعرفوا الميدان. إحنا فقط كنعطيو لهم يد المساعدة باش هما يعطيونا تصورات ديالهم، لأنه نعمل بتشاور مع المكونات والقطاع المعني بالأمر. وشكرا. شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ونرفع الجلسة للصلاة العشر دقائق.
سيدات النائبات. السادة النواب، من فضلكم على بركة الله نستأنف الجلسة. بداية باسمكم جميعا نرحب بالسيد الوزير، وزير الشغل والإدماج المهني، ونتمنى له التوفيق. والسؤال الموالي في هذا الأول في هذا القطاع هو عن تبسيط المساطر المتعلقة بحوادث الشغل للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. كلمة لأحد السادة النواب، تفضلوا السيد النائب. السيد الوزير، كنهنيكم بالثقة المولوية السامية ونتمنى لكم التوفيق. السيد الوزير، المساطر المتعلقة بحوادث الشغل على مستوى المعاينة والتكفل والعلاج مساطر معقدة وطويلة. كدفع الاجير اللي عنده حادث الشغل تيقول بالناقص والله يسامح. اشنا هي الاجراءات اللي غادير السيد الوزير باش تبسطوا لنا هذه المساطير؟ وشكرا. كلمه للسيد الوزير للجواب، تفضلوا السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، السيد وزير الدوله، السيد الوزير، السيدات والساده النواب. بدوري كنشكركم على التهنئه، وكنشكر الاخوان في الفريق ديال العداله والتنميه على هذا السؤال المهم. انا في الحقيقة أنني نذكر أن الأمر كيتعلق بظاهر قديم في المغرب اللي هو كيرجع لسنة 1963، والذي تعرض خلال المسار مجموعة من التعديلات. كان من بين التعديلات المهمة ديال 2002 اللي جعل التأمين على الحوادث الشغل إجباري، وإلا فإن قبل 2002 ما كانش التأمين على الحوادث الإجباري. جينا في 2014 كان هناك قانون جديد اللي هو 18/12. صدر في 2013 وتم ودخل حيز التنفيذ في نهايه 2014. الى حدود اللحظه تم صدرنا 7 ديال القرارات وجوج ديال المراسيم مهمه جدا، اخرها كان في شهر 9/2019 والذي يتعلق بزياده في الايراد وهو مكسب اضافي. الامر يتعلق بقانون ماشي بمساطير عاديه، وبالتالي 2015 دخل نهايه 2014 دخل حيز التنفيذ. لحد الساعه باقي ما صدرش القرار التنفيذيه ديالو كامله. انا كنظن نخليو شويه ديال الوقت ديال التنفيذ، انا ذاك غتبان فعلا الاشكالات المرتبطه بتنزيله. وشكرا. كلمه لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، بدورنا كنهنئكم على الثقه المولويه اللي حدثتوا بها على راس هذا القطاع، القطاع الحيوي. فيما يتعلق بسؤالنا السيد الوزير، كنعرفوا بان انجاز اي نوع من انواع الشغل كينجمع عليه مخاطر، ومنها حوادث الشغل والامراض المهنيه. والاثبات الحادث ديال الشغل لابد من المرور عبر مساطر، لاولها المسطره الاداريه، هي عباره عن اجراءات وديه تهدف الى تمكين الاجير او داوي في حاله وفاته من تعويض او ايراد. ثم تاتي المسطره القضائيه واللي كيتقرر فيها مدى استحقاق الاجير المصاب او المتوفى للتعويض، وهذا حسب ظاهر 1963. السيد الوزير، الواقع كيتمس غير ذلك، باعتبار ان ضياع حقوق الاجراء والعمال في حاله عدم التصريح بالحادثه، واقول التصريح بالحادثه، سواء من طرف الاجير العامل، وهذا بسبب يعني الجهل ديال العمال بالحقوق ديالهم، او من طرف المشغل اللي كيتقعس على هذا الامر هذا، وبالتالي يحرم الاجير من الولوج الى العلاج والمساعدات المكفوله له قانونا. وبالتالي حمايه لحقوق الاجراء او ذويهم من كل انكار محتمل من طرف المشغل او تلكؤ من الاقرار بوقوع الحادثه او عدم التصريح بها لدى الجهات المختصه، لابد من تبسيط المساطر وعدم اعفاء المشغل من تحمل المسؤوليه عن الحادثه. شكرا كما يجب. نائب، هل من تعقيب اضافي؟ رد السيد الوزير، تفضلوا. السيد رئيس، السيد نائب، لا 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 المسؤوليه عن الحادثه يتحملها فعلا المشغل،
ولذا كيمشي كيأمل المسؤوليه ديالو عند شركه التامين. هذا ما وبالتالي انا كنظن انه بالاضافه الى اجباريه تصريح حوادث الشغل، ممكن ما يصرح المشغل، ممكن ما يصرح الاجير، ولكن يمكن ان تصرح السلطات المحليه، وهذا واقع معمول به في المحاكم ديالنا الى حدود اللحظه، وبالتالي ما كاين حتى اشكال على هذا المستوى. هذا كاين بعض الاشكالات الاخرى يمكن ان تعالج بالقرارات اللي ممكن تصدر. وشكرا. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي هو حول برنامج تطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق القروية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضلي السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، علاقة التشغيل بالعالم القروي، توعدت الحكومة بإطلاق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق القروية عبر تقديم دعم مالي للمشاريع المختارة، وتوعدت بتكوين ومواكبة حاملي المشاريع. نسأل سيادتكم عن التدابير المتخذة لإطلاق البرنامج للوجود، وما هي الإجراءات المتخذة لإقامة فضاءات رقمية في العالم القروي لتشجيع الشباب على تطوير الخدمات عن بعد؟ كلمة للسيد الوزير الجواب. شكراً. شكراً سيد الرئيس. شكراً سيدة النائبة. كنشكر الفريق الحركي على هذا السؤال المهم في الحقيقة اللي مرتبط بالله بالتشغيل في العالم القروي. هذا مهم جدا فعلا. كاين التزام حكومي واضح في البرنامج الحكومي، ولكن كاين ايضا اجراءات عمليه اخذتها الحكومه خلال هذه الفتره. كاين غنسرد مجموعه ديال الاجراءات اللي هي اجراءات واضحه. كاين العقد شراكه بين الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل والكفاءات والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه والجهات في مجموعه من الجهات على المستوى الوطني. هناك عقد شراكه مع جمعيات المجتمع المدني في اطار مشروع النهوض بالتشغيل بالعالم القروي والمجاز في اطار التعاون الالماني. هذا كيشمل الجهه ديال فاس مكناس، هذا اشتغل انطلق، جهه بني ملال خنيفره ايضا في طور الاطلاق ديالو. كاين القوافل اللي تنضى، كاين صفرو تازا تاونات، مجموعه ديال الاقاليم على كل حال. وفي الطور ديال 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 التعميم على باقي الاقاليم الاخرى بجهه فاس فاس فاس, فاس مكناس، على اساس انه غيتعمم على باقي الجهات الاخرى. كاين مجموعه ديال الارقام ان شاء الله الا بغيتو نزودكم بها مكتوبه، هي متواجده. شكرا. تعقيب الفريق. تفضلي السيده النائبه. شكرا السيده الرئيس. هاد الشيء اللي تكلمتوا عليه السيد الوزير، يمكن خاصنا مونك ديال لا كومونيكاسيون اي لا فورماسيون ديال الشباب ديال العالم القروي. هنا السيد الوزير تقدروا تتفقوا معايا بان ديجا داك القانون ديال المقاول الذاتي ما حقق ليناش الاهداف المرجوه، ولا سيما ديناميه التشغيل الذاتي خصوصا لدى الشباب والنساء والمساهمة في إدماج القطاع غير المنظم والتقليص المنهجي والعملي للبطالة. هناك اختلالات السيد الوزير اللي طرق لها الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، وخصوصا صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض وضعف مواكبة الخريجين. ننتظر من الحكومة إذا العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي. هذا فيما يخص الشباب الحاصلين على شواهد. هناك سيد الوزير، هناك 3 ملايين من الشباب اللي ما ساعدهمش الحظ او لما ما قراوش، ما عندهمش، لا يتوفرون على الشهاده. ما يمكنناش نخليوهم هكذاك، لابد ما نفكروا لهم في التكوين ديالهم. وهاد التكوينات اللي يمكننا خصنا نعطيو لابد ما خصها توالم الخصوصيات ديال كل جهه او كل اقليم وكل جماعه. فمثلا اقليم. شكرا إقليم سيدة النائبه. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد النائب من الفريق الاستقلالي. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، صراحه برامج ديال انعاش التشغيل او التشغيل الذاتي في الحقيقه بالنسبه للمناطق القرويه لم تستفيد جيدا، ذلك ان اولا الوزاره لم تساهم باي شيء باستثناء تتبع ديال الوكاله، لان فقط كاين هناك الجهه، كاين وكالات اخرى هي التي تساهم ماديا، وبالتالي خلق واحد المشاكل كثيره بالنسبه للشباب اللي الكثير من الملفات ديالهم ترفضوا، خاصه بالمناطق النائيه والفقيره بحال الشان ديال الاقليم فيكيك، اللي واحد العدد ديال الشباب ما استفدش من هذه البرامج ديال التشغيل الذاتي. وبالتالي نحبذ ان يكون تدخل ديال الوزاره ليس فقط في التاطير ولكن كذلك ماديا. وشكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ كلمه السيد الوزير للرد على التعقيبين. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب،
الوزارة تشتغل ليس فقط بشكل مباشر ولكن مع لانابيك أيضا تشتغل الوزارة. تحدثت عن هذا ديال الوكالة، الوكالة هي لانابيك، تشتغل عبر لانابيك وتقدم عبر شراكات دولية أو وطنية تقدم تمويلات مهمة، يقدر ماشي من الميزانية ديال الوزارة ولكن الوزارة هي التي تؤطر، هي التي تشرف. أنا نقول لك أنا كنأكد لك أن العالم المجال القاري ما استفدش بالكفية اللازمة، ماشي غير في التشغيل، في مجال أخرى، ولكن هذا واحد الفضاء، واحد المجال اللي خصنا نزيدو نبذلو فيه مجهود أكبر. فاس مكناس تم إحداث ست وحدات، ست فضاءات للتشغيل بالإضافة إلى أربع وحدات متنقلة. هذه الفضاءات كتوعي الشباب وتتواكبهم وفعلا تتحدث معهم في الملفات ديالهم. هناك مجموعة من الشباب استفادوا في المجال القروي بخصوص تمويل ديال المشاريع ديالهم. أنا كنأكد لك أنه ماشي بالمستوى اللي كنبغيو جميع، ولكن هذا كيطلب مجهود إضافي. عدد المستفيدين من الخدمات في هذه الوكالات انطلاقا منذ انطلاق المشروع 3713 مستفيد في البادية، منهم 1349 سنة 2018، 45% منهم من النساء، 754 خلال هذا الشيء. علاش قلت قويله؟ كاين ارقام كثيره وكاين مبالغ مهمه ان شاء الله، فممكن في اللجنه تكون فرصه للحديث بالتفصيل الكافي على هذا الموضوع. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي عن حصيله صندوق التعويض عن فقدان الشغل للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق العداله والتنميه، تفضلوا السيد النائب لوضع السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الوزير المحترم، دوري اتمنى لك التوفيق في مهامك. سؤالي كالتالي: ما هي حصيلة صندوق التعويض عن فقدان الشغل وإجراءات تبسيط مسترد الحصول على التعويض؟ وشكرا. كلمة للسيد الوزير الجواب. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب، كنشكر الفريق على محترم على طرح هذا الموضوع اللي هو موضوع أساسي ومهم جدا، هو مطلب تاريخي بالمناسبة. هذا الموضوع ديال التعويض عن فقدان الشغل كان مطلب تاريخي وتم الاستجابة له ودخل حيز التنفيذ في سنة 2015. السادة النواب من فضلكم. دخل حيز التنفيذ في 2015، طبعا القانون وضع مجموعة من شروط الاستفادة، ما غنذكرش عدد الأيام خلال ثلاث سنوات الأخيرة اللي خصها تكون 780 يوم ديال العمل، 260 خلال السنة الأخيرة، هذه فعلا بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى التي وضعها القانون، ولكن الأمر يتعلق بالقانون دائما. بالإضافة إلى أن صندوق الوطني للضمان الاجتماعي أجرى مؤخرا دراسة من أجل كاينين جوج ديال الأشياء في هذا الموضوع، كاين تبسيط المصادر وكاين الاستدامة ديال الاستفادة من الصندوق والبحث على موارد إضافية. إلى حدود اللحظة، منذ سنة 2015 إلى حدود اللحظة يونيو 2019 استفاد ما مجموعه 54118 مستفيد بمبلغ إجمالي قدره 700 مليون درهم. هذا مبلغ مهم جدا، يصعب إلى ما بحثناش على موارد إضافية جديدة اللي غضمن له الاستدامه ديالو. انا متفق معك انه خصنا نزيدو نبحثوا شروط نبسطوا المسار، ولكن في المقابل نبحثوا ايضا على الموارد الكفيله بالاستدامه ديال الاستفاده. وشكرا. تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. تحيه للسيد الوزير الشاب، وانا اتمنى لكم التوفيق في المهام ديالكم السيد الوزير. اولا نتمم هذه الاجراءات اللي خدتها الوزاره اللي كتتعلق بتبسيط المساطر من جهه، ثم ضمان الاستدامه ديال الصندوق، هذا مهم جدا، وهذا انجاز اللي قامت به الحكومه السابقه ابتداء من 2015 بدا الاثر ديالو على العمال. المشكل اللي كاين السيد الوزير هو دائما كيبقى مطروح مساله ديال تبسيط المساطر. راه لا يعقل ان واحد العامل، واحد الاجير كيتوقف عن الشغل وكيبقى بدون عمل، عنده التزامات ديال الكرا ديال الموضوع ديال التمدروس ديال واحد المجموعه ديال 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 المصاريف اليوميه ديالو، راه كيصعب عليه انه يدبرها. ولذلك المده ديال التعويض هي 6 أشهر الاكثر، وبذلك خاص تبسيط المساطر ما امكن باش يمكن هذا الاجيل يستافد في الوقت اللي هو كيكون محتاج. الا فات المده ديال 6 شهور ولقى واحد العام بعد، راه كيبقى ما عنده حتى معنى. المسألة الثانية هو أن من بين الوثائق اللي مطلوبة والشروط اللي مطلوبة، هو كطلبوا في الشروط، وهذا في القانون بصراحة هو هذاك الحكم ديال المحكمة باش يمكن اللي كيثبت أنه فعلا كاين طرد تعسفي. أنا كنقول كاين المحضر ديال مفتشية الشغل يمكن نكتفيو به، لأن توا كاين في القانون كذلك عوض أن ندفعوا ذاك الأجير يمشي يطلع المحكمة ويطلع به باش يجيب ذاك المحضر.
مساله اخرى هو ان كاين واحد مجموعه ديال العمال واحد مجموعه ديال الاجراء اللي عندهم وضعيه صعبه. نعطيك مثال بحال الناس ديال الصيد في البحار. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب اضافي؟ رد سيد الوزير. نعم شكرا سيد رئيس. سيد النائب انا متفق معك في هذه النقطه الاخيره المتعلقه بانتظار الحكم باش لاثبات الطرد التعسفي، لان الناس اللي كيستافدوا منه هما الناس ضحايا الطرد التعسفي في العمل ديالهم. طبيعي لان الاجير اللي كيتسنى باش يصدر حكم غيتسنى مده، ممكن اللي هو في حاجه للتعويض هو في هذيك الفتره فين كيجلس مباشره. نتمنوا اننا نلقاو ان شاء الله غنشتغلوا نلقاو شي صيغه من اجل اننا ما ننتظروش الحكم. دابا صندوق الوطني للضمان الاجتماعي كينتظروا الى حين صدور الحكم. نتمنوا انه نلقاو شي صيغه اللي ممكن نثبتوا بها الطرد التعسفي دون انتظار الحكم ديال المحكمه. وشكرا. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي والاخير في هذا القطاع هو عن بطاله الشباب من خريجي التعليم والتكوين المهني للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره، فلاحدهم الكلمه. تفضلوا السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، نسائلكم عن بطاله الشباب من خريجي التعليم والتكوين المهني وشكرا. كلمة للسيد الوزير للجواب. شكرا شكرا السيد الرئيس. السيد النائب، وكنشكر الفريق المحترم على اختيار هذا السؤال المرتبط بالبطاله اجمالا، ولكن البطاله ديال في صفوف الخريجين ديال التكوين المهني. لابد انني نشير في البدايه الى نتائج البحث الوطني لتشغيل الفصل الثاني من سنه 2019 الصادر عن المندوبيه الساميه للتخطيط، الذي اشار الى ان المعدل ديال البطاله عرف انخفاضا ملموسا وصل الى حدود 8.1%، وسجل تراجعا ب 1.2% عن نفس المده من السنه الماضيه، وهذا مهم واساسي طبعا غيقيس هذه الفئه التي نتحدث عنها اليوم. هذه الحكومه في هذا الموضوع ديال الخريجين ديال التكوين المهني تشتغل بالكيفيات التاليه. يتم متابعه الخريجين في المسار المهني ديالهم. انا نقول لك ان النسبه التي يتم ادماجها في حدود 9 اشهر الاولى تصل الى نسبه 62.9%، هذا رقم مهم جدا. في 3 سنين تصل النسبه الى 83.7%. هاد جوج ديال الارقام لها دلاله كبيره تؤكد فعلا على ان الخريجين ديال التكوين المهني يدمجون بسهوله في الـ في الـ في الـ في, الـ في سوق الشغل. وشكرا. تعقيب الفريق. تفضلوا سيد النائب. السيد الوزير، اولا نرحب بوزير شاب واللي من المفروض انه يعرف معاناه الشباب خريجي التعليم والتكوين المهني. لا نعرف هل تحملكم لهذه المسؤوليه هو عجوبه الزمان ام مهمه ثقيله. هذه المهمة الثقيلة نريد منكم سيد الوزير أن ترفعوا تحديات كبيرة من أجل تشغيل الشباب، لجميع الإحصائيات تقول أن البطالة أصبحت ملازمهم بنسبة كبيرة. نريد منكم أن تجددوا برامج التشغيل الذاتي على أساس الخطاب الملكي السامي الأخير في افتتاح الدورة التشريعية، والذي حتى جلالته على تشجيع مقاولات الشباب وانفتاح القطاع البنكي لولوج المقاولين الشباب للقروض وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما نريد منكم إعادة النظر في برامج التشغيل، إدماج وتأهيل وتحفيز، باش ما تكونش فقط برامج بدون مضمون وبدون فعالية في كل جهات المملكة، وخاصة الجهة الشرقية التي تعتبر أفقر جهة على المستوى الوطني. هذه الجهات سيد الوزير لا تستفيد من أي شيء، نسب البطالة مرتفعة، الشباب خريجو التعليم والتكوين المهني فرص العمل ضئيلة جدا عندهم، ذلك لضعف النسيج الصناعي والسياحي والبنية التحتية. امتصاص البطالة يتطلب مجهودات كبيرة على أرض الواقع وأن تعطوا التفاتك. شكرا سيد النائب. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيد النائب من فريق العدالة والتنمية. سيد الوزير، صحيح بالنسبة للخريجي التعليم والتكوين المهني كاين برامج كاين المتابعة، ولكن كاين واحد الفئة أخرى اللي ماشي من الخريجين، والنموذج في تطوان فئة عريضة الشباب
والنساء اللي كيشتغلوا في التهريب المعيشي مع تقنين ممر باب سبته المحتلة. هذه الفئة معرضة للمخاطر كثيرة جدا من هذه الناحية، وبالتالي خاصها برنامج وخاصها مصاحبة وخاصها تكوين خاص. السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة السيد الوزير للرد على التعقيبين. شكرا سيد رئيس. سيد نائب، غير كنعاود نذكر بان الجهه ديال طنجة تطوان هي من بين الجهات الثلاث اللي عندنا معها شراكه في اطار البرنامج المصدر مع البنك الدولي، وفيه مبالغ مهمه واجراءات اساسيه. انا كنظن انها ان شاء الله الى كملنا هذا البرنامج غنكونوا في وضع اخر داخل في الجهه عموما، وفي تطوان داخل الجهه. اما بالنسبه للبطاله، هي معاناه حقيقيه. المغاربه كاملين كيعرفوا شنو هي البطاله، وكل واحد منا عنده على الاقل الا ماشي خوها ولا جارو، على الاقل عنده قريب منه كيعرف شنو هي البطاله. ماشي انا اللي كنعرف البطاله بوحدي والمعاناه ديال المغاربه تجاهها، ولكن الارقام انا كنظن الارقام اللي عطيت قبل قليل هي ارقام مبشره. وانا كنقول لك انا البرامج اللي كتشتغل اللي كنشتغلوا عليها الى حدود اللحظه هي برامج مشجعه. طبيعي ما يمكنش نقضي ما كنتصورش غنقضيو على البطاله نوصلوا معدل ديال 0% او لا حتى نقتربوا منه، ولكن انا كنقول لك على ان البطاله في بلادنا غتبقى تستمر كما هي. في البلدان الديمقراطيه والمتقدمه اقتصاديا هي مرتبطه بالحركه ديال الاقتصاد ككل. شكرا سيد الوزير، وشكرا على لكم على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه. وننتقل للقطاع الموالي، وهو القطاع المكلف بالمغاربه المقيمين بالخارج. في سؤال أول عن برامج العرض الثقافي الموجه لمغاربة العالم للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا سيد نائب لوضع السؤال. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة المحترمة، نسائلكم عن العرض الثقافي المقدم لمغاربة العالم، خاصة وأنهم يشكلون أكثر من 10% من ساكنة المغرب، وشكرا. السادة النواب من فضلكم أكرمونا بما تعلمون. الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب، تفضلي. شكرا المحترم، وقبله السيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمين. أولا بغيت نتقاسم معكم واحد الشكر وتقدير خاص لأكثر من 10% من ساكنة المغرب، والذين يعملون بتفاني وبإخلاص لتمثيل المغرب أحسن تمثيل، والذين يعملون بتفاني وبجهد مقدر من أجل تعزيز الروابط الدينية والثقافية مع بلدهم الأصل. 3 مليون من المغاربة هذه السنة الذين زاروا المغرب، وحقيقة كان في ذلك صورة كبيرة وشرف للمغرب، وأنا شرف لي أن أخدمهم بكل إمكاناتي الذاتية ومساري، ومتشرفة بالثقة المولوية. سؤالكم سيد نائب المحترم في صلب البرنامج الحكومي 2016-2021، خاصة مع المتغيرات الديمغرافية السوسيوثقافية اللي كيعرفها جسم مغاربة العالم. اليوم 85% من المغاربة إلى 70% هم من الشباب، أكثر من 45 منهم من 20 منهم ازدادوا ببلدان الإقامة. بالتالي هذا يحث، ونحن نعمل على أن يكون عرضا ثقافيا مؤسسا. بالتالي كنشتغلوا على واحد 3 ديال المحاور. المحور الأول هو مؤسسة العرض الثقافي في إطار هذا البرنامج الحكومي. المحور الثاني هو أننا نتوجه إلى رقمنة العرض الثقافي، والمحور الثالث هو أن نشتغل على فئة الشباب وفئة الأجيال الصاعدة من أجل تثبيت وتعزيز الروابط الثقافية ببلدهم الأصل. شكرا السيدة الوزيرة. الكلمة للفريق التعقيب، تفضلوا السيد النائب. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة الوزيرة، نهنئك على الثقة المولوية ونتمنى لك كل توفيق النجاح في هذا القطاع الحيوي. السيدة الوزيرة، يتفق الجميع على أهمية الثقافة في السياسات الموجهة لمغاربة العالم، إلا أننا انطلاقا من تقارير مجلس أعلى الحسابات ورصد الفاعلين يصعب أن نتحدث عن استراتيجية ثقافية
مندمجة ناجعة. أولا لتعدد الفاعلين المؤسساتيين وغياب آلية التنسيق بين هؤلاء الفاعلين. لذلك نقترح عليكم السيد الوزيرة نزولا عند تقرير المجلس الجالية أن تتم أن تشكل وكالة لنشر الثقافة المغربية بدول لمغاربة العالم. سيدة الوزيرة، هناك لجنة وزارية مشتركة تنسق مع مديرية التعاون والدراسات في وزارتكم، نرجو أن تفعل هذه اللجنة. وهناك عدة اتفاقيات مع وزارة الثقافة ووزارة التربية الوطنية يجب أن تفعل كذلك. سيدة الوزيرة، في 2014 قمتم بدراسة في وزارتكم حول سياسة ثقافية مندمجة تتكون من 4 محاور موزعة على 12 مشروع وثلاث مشاريع. نثمن ما جاء في ردكم حول المأسسة والرقمنة والتوجه للشباب، ولكن نتمنى أن تفعل هذه الإجراءات لنتحدث بالفعل عن استراتيجية ثقافية ناجعة. سيدة الوزيرة، هناك غياب استهداف حسب دول الاستقبال. الجهد مركز فقط في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا، هناك غياب على مستوى إفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية والبلدان العربية. سيدة الوزيرة، هناك دار المغرب في أمستردام، نتمنى أن تفتتحها قريبا. سيدة الوزيرة، نتمنى سيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة الوزيرة، ثواني، 3 ثواني من توقيت، تفضلي. نعم سيد الرئيس، بالفعل نحن نعمل أولا على تعزيز منظومة المراكز الثقافية المغربية، ستفتح قريبا أمستردام وباريس بالإضافة للمركز الثقافي اللي كيشتغل اللي هو دار المغرب موريال. نشتغل أيضا على الدماغ. شكرا سيد الوزيرة، انتهى الوقت، شكرا. السؤال الموالي هو عن وضعية العمال المغاربة بدول الخليج، للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلي السيدة النائبة لوضع السؤال. السيدة الوزيرة، ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لضمان الحماية القانونية للعاملات والعمال المغاربة في دول الخليج العربي؟ كلمة للسيدة الوزيرة للجواب، تفضلي. شكرا سيدة النائبة المحترمة على طرح هذا السؤال الهام والحيوي بالنسبة لفئة مهمة من المغاربة والمغاربيات القاطنين بالدول العربية ودول الخليج العربي عموما. كما تعلمون أن هناك محور خاص بالبرنامج الحكومي 2016-2021 يهم النهوض بقضايا المغاربة القاطنة بالخارج، يهم كذلك الدفاع وحماية مصالح هذه الفئة من المغاربة. في هذا الإطار الوزارة اشتغلت على استراتيجية، واشتغلت أيضا على مخطط عملي بشراكة مع متدخلين على المستوى الوطني باحترام للقانون الوطني وأيضا للقانون الدولي، على أساس أن التفاوض أيضا ومعالجة الملفات تكون على هذا الأساس. بالتالي هناك استفادة المغاربة المقيمين بهذه الدول من أحكام اتفاقيات، هناك اتفاقيات مبرمة استفدوا منها بخاصة فيما يتعلق بالاستشارة القانونية، ونحن نعمل أيضا على تسريع وتنويع وتعزيز هذا العرض فيما يتعلق بالاستشارة القانونية للمغربيات والمغاربة. شكرا سيدة الوزيرة، تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة. السيدة الوزيرة، العمال اللي كانت تكلموا عليهم والعاملات هما واحد المجموعة ديال المواطنين اللي في الأصول ديالهم إما من البوادي أو من هوامش المدن، واللي كيبحثوا على ظروف أحسن باش يحسنوا ظروفهم المعيشية. إلا أن المعايشة ديال هاد الناس وكذلك بعض الأخبار اللي كتوصل بأنه ظروفهم عكس ما نقوله الآن، فهناك أساساً العيش ديال العمال اللي كيمشيو اللي كيشتغلوا اساسا في البناء وفي الفلاحه كيعيشوا ظروف مزريه، كيسكنوا في اماكن هي قريبه من الزريب على الخصوص. النساء كيعيشوا واحد الوضعيه ديال الاستغلال وديال الاستنزاف ديال المجهود ديالهم في المنازل، وما كيشوفهم الا الله لانهم في 4 ديال الحيوط. سيده الوزيره، هاد المغاربه المطلوب من الدوله أنها تحفظ الكرامة ديالهم، لأن حفظ الكرامة ديال المواطنين فيه حفظ لهيبة الدولة، ونتمنى أن تأخذوا الإجراءات العمل. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟
نمر للسؤال الموالي وهو عن أوضاع القاصرين المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني بأوروبا لسيدة السادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، تعرف بعض الدول الأوروبية خصوصا فرنسا وإسبانيا تدفق عدد كبير من الأطفال المغاربة القاصرين الغير المصحوبين لوصول لهذه البلدان بطريقة غير قانونية عبر حافلات وشاحنات نقل الدولي أو بوسائل أخرى متسللين من بعض المعابر الحدودية. لذا نسألكم السيدة الوزيرة، هل لديكم برنامج استعجالي لإنقاذ هذه الأطفال وللحد من هذه الظاهرة؟ كلمة للسيدة الوزيرة للجواب، تفضلي. شكرا سيد النائب المحترم على طرحكم لهذا السؤال. بالفعل كما تعلمون أن هذه الفئة من القاصرين هم غير مرافقين. العنصر الثاني هو أنهم كما تعلمون يخضعون لإطار قانوني يختلف من دولة استقبال إلى دولة أخرى. المسألة الثانية وهي الموجهة تبعا لتوجيهات الملكية السامية التي تحض كل مغاربة وخاصة المغاربة القاطنة بالخارج على اختلاف وضعياتهم بعناية خاصة. الحكومة لا تتدخر ولن تدخر أي جهد في الدفاع على المصالح ديالهم بما يفيد وبما يعود بالنفع على مصالح هذه الفئة من القاصرين. بالتالي هناك الوزارة عملت على إطلاق مشاريع تعاون مع الجمعيات بكل من فرنسا من إسبانيا من إيطاليا، بالإضافة على التعاون الاتفاقي والتعاون القضائي اللي كيكون بين هذه الدول والدول الاستقبال خاصة فيما يتعلق بالأطفال الغير مرافقين. بالإضافة إلى ذلك كذلك المستوى القانوني، وهذا فيه معالجة تضمن التعاون لصالح العام البلدين، ثم أيضا تعاون لما يفيد صالح هذه الفئة من المواطنين. كلمة السيد نائب التعقيب. شكرا السيدة الوزيرة، نتمنى المجهودات التي تقوم بها. الغاية صراحة من طرح هذا السؤال السيدة الوزيرة هو أولا مسألة كرامة وطن، لأن هذا الموضوع يهمنا جميعا، والسؤال ما موجهش لكم فقط السيدة الوزيرة بل موجه لجميع أعضاء الحكومة. حشومة اليوم نشوفوا أطفال أبرياء كيعيشوا في قنوات صرف مياه الأمطار في مجموعة من دول أوروبا، ومعرضون لأبشع استغلال من طرف مجرمين وعصابات إجرامية، وكذلك في بعض الأحيان معرضون للتنصير. اليوم السيدة الوزيرة، حنا هذوك الأطفال اللي راهم ديجا كاينين في الدول الأوروبية اللي عطى الله عطاها، حنا بغينا نشوفوا اليوم أشنا هو البرنامج للحد من هذه التداعيات هذه الأزمة. يكفيكم السيدة الوزيرة تنتقلوا هل المعابر الحدودية كطنجميد وسبتة وبنينصار وتشوفوا العدد الكبير ديال وليداتنا اللي مدمنون على المخدرات وكينتظروا فقط الفرصة باش يلتحقوا بالضيا الأوروبية. هذا الشيء يسائلنا اليوم جميعا، فين هو الدور الأسرة؟ فين هو الدور المجتمع المدني؟ هذاك التعاون اللي كديروه مع المجتمع المدني في الدول الأوروبية ديروه هنا. شكرا السيد النائب. هل من تعقيب إضافي؟ رد السيدة الوزيرة. بالفعل كما قلتم السيد النائب المحترم، هذا يسائلنا جميعا، واعلم ان الحكومه ما غادي تدخر حتى شي جهد من اجل الدفاع على حقوق هذه الفئه من القاصرين، سواء اللي غير مرافقين في بلدان الاستقبال او اللي ايضا غير مرافقين في بعض المناطق العبور. الاساس والمنطق الذي يحكم هذا التعامل هو مصلحه هذه الفئه. شكرا وكذلك السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. سؤال أخير في القطاع وهو يتعلق بتفعيل الفصل 17 من الدستور للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. أعتذر عن رداءة الصوت نتيجة وعكة صحية. السيدة الوزيرة، بعد مرور 8 سنوات على إقرار دستور 2011 ما زال مغاربة العالم محرومين من حقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق الترشيح والتصويت
في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية، وهو الحق الذي أقره الفصل 17. لذا نسائلكم، هل هناك إرادة حقيقية لدى هذه الحكومة بتفعيل الفصل 17 في أفق الانتخابات التشريعية 2021؟ وماذا أعدت لذلك على مستوى القوانين التنظيمية والمقترحات التدبيرية؟ وشكرا. جوابكم سيدة الوزيرة، تفضلوا. شكرا السيدة النائبة المحترمة على طرح هذا السؤال الحيوي. أولا كما يخفى عليكم وعلى السادة والسيدات النواب المحترمين أن المملكة المغربية تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة من المغاربة القاطنين بالخارج بالقضايا ديالهم، وبالفعل الحقوق المدنية السياسية كانت في صلب نقاش قوي عميق عرف على مدى 8 سنوات دينامية قوية. أيضا كانت أيضا موضوع توجيهات في خطب ملكية سامية. أريد فقط أن أصحح الأمر، لا يهم الدوائر المحلية والدوائر الجهوية، يهم الدوائر التشريعية. تعزز هذا الخيار وهذه الدينامية اللي خاضها النسيج الجمعوي بالخارج وبالداخل، كذلك الجمعيات المغربية بالداخل الأحزاب السياسية على تمرين. هذا التمرين لا زال الجميع يخوضه، ولا زلنا أيضا هذا بخصوص تفعيل الفصل 17 كما جاء في جوابكم أن هذا المطلب هو أيضا ليس فقط في بعده، كما كنتكلموش على السقف الدستوري، لأن السقف الدستوري اليوم يؤثرنا جميعا، كنتكلموا على التفعيل ديالو، فيه تراكم فيه دينامية وسيبقى مفتوحا إلى حدود الأفق الذي وجب الوصول إليه هو التوافق الوطني حول الإجراءات اللازم اتخاذها. كلمة لكم سيدة النائبة للتعقيب، تفضلوا. سيدة الوزيرة، نتحدث عن الانتخابات في بلدان الإقامة، قد نتفهم وجود صعوبات لوجستيكية بسبب وجودهم في أكثر من 100 بلد، لكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في البحث عن حلول وتوفير وسائل لتحقيق هذا الحق الدستوري انطلاقا من بلدان الإقامة، وذلك بعيدا عن منطق التجاذبات السياسية والترديات الحزبية، لأن منظومة مغاربة العالم تخترق كل التيارات وكل الانتماءات. لقد تعب مغاربة العالم من وضع الترقب الذي طال في انتظار استكمال مواطنتهم، وكذلك الآن حان وقت رفع التهميش السياسي الذي يطالهم. لذا فإن تفعيل فصل 17 وتنزيل مقتضيات باقي الفصول المتعلقة بمغاربة العالم ودعم تمثيليتهم في جميع الهيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية بالمملكة صار ضرورة قصوى وملحة، إذ لا يمكن للديمقراطية المغربية أن تقوم بتغييب شريحة أساسية من المغاربة تتعدى 5 ملايين مواطن وحرمانهم من المساهمة في مسلسل بناء الديمقراطية. شكرا سيدة النائبة المحترمة. رد سيدة الوزيرة في بضع ثواني. إذا كان هناك تعقيب إضافي، أولا هناك تعقيب إضافي من المجموعة النيابية، تفضلي سيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس، سيدة الوزيرة المحترمة، في هذا الإطار نبغي نأكد باسم المجموعة النيابية على المواقف الثابتة لحزب التقدم والاشتراكية فيما يخص حقوق مغاربة العالم، وفي مقدمتها التمثيلية السياسية في المؤسسات المنتخبة وفي المؤسسات الحكامة كذلك، وندعو إلى إطلاق مسلسل تشاوري لإيجاد أفضل حلول. شكرا سيدة النائبة المحترمة. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد نائب فريق العدالة والتنمية، تفضلوا. شكرا سيد رئيس، السيدة الوزيرة، لابد أن نحيي جاليتنا المحترمة ونعتز بها على دورها وعلى مواطنتها. اليوم يجب أن نقول بأن التصويت بالوكالة أصبح محدودا ولم يعد له قيمة. يجب أن نتوجه إلى تفعيل فصل 17 ديال ضمان حق لجاليتنا المحترمة من أجل الترشيح والتصويت انطلاقا من بلدان الإقامة
هذا سؤال كبير يجب أن نجيب عليه جميعا. نحن كل مكونات هذا المجلس مع الحكومة مع وزارة الداخلية معكم سيدة الوزيرة باش نصيفطوا رسالة إيجابية لجاليتنا ديال تعزيز الثقة، وأن جاليتنا الحمد لله عندها من الإمكان باش تعبأ وتخرط معنا في استحقاقات ديال البلد ديالنا إن شاء الله. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيبات، تفضلوا. الحكومة المغربية معبأة لكي ترسل جميع رسائل الثقة لمغاربة العالم، وأنا في أول الصف. ثانيا كما قالت الأستاذة والسيدة النائبة المحترمة، خصنا نقاش واسع عميق هادئ فيه التشاركية لجميع المؤسسات، هيئات الحكمة، المؤسسات الاستشارية، أيضا المؤسسة التشريعية الذي في صلبها التشريع فيما يتعلق بالمنظومات عموما، وكذلك تفعيل الفصل 17 في أفق الوصول إلى رؤية واضحة وتصور مكتمل مندمج ودامج للجميع، يمكننا من خلق توافق وطني ونوصلوا إلى إجراءات لتفعيل الفصل 17 اللي هو مقتضى دستوري ناطق. بالتالي ما كتناقشوش على المقتضى الدستوري الذي هو الحمد لله من المكتسبات التي اكتسبناها جميعا لمغاربة الداخل والخارج. شكرا. شكرا سيدة الوزيرة، وشكرا لك على ولكم على مساهمتكم وحسن مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل إلى القطاع الموالي وهو قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في سؤالين. أولهما عن تمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، تفضلوا السيد نائب. السيدة الوزيرة، ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الولوج إلى الخدمات التعليمية والتربوية؟ كلمة لكم سيدة الوزيرة للجواب. شكرا سيد الرئيس، شكرا السيد نائب المحترم على هذا السؤال المهم. اولا قبل الجواب على الموضوع، يعني الاهتمام بالاطفال في وضعيه صعبه من اجل التمدرس، لابد ان نشير الى ان بلادنا اليوم الحمد لله عرفت تقدما مهما في هذا الملف خاصه في الاطار العام. فنحن من البلدان التي تتوفر على قانون اطار في مجال الاعاقه، نحن من البلدان التي لديها سياسه عموميه في مجال الاعاقه، نحن كذلك نتوفر على مخطط وطني للإعاقة. طبعا هذا الإطار المهم جدا، واللي البرنامج الحكومي 2016-2021 يتضمن مقتضيات مهمة في مجال التنمية البشرية والتماسك الأسري اللي كتصب في هذا الإطار. اليوم موضوع التمدرس لابد أن نقر أن هناك مجهودات كبيرة بذلت للأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة الأطفال، وطبعا هناك تحديات لابد أن نتعاون جميعا من أجل تحقيقها. بداية نبغي نأكد بأن هذا الموضوع الاختصاص فيه لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، والسيد الوزير راه معنا. وبالتالي اليوم مع إنزال قانون الإطار مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 هناك مقتضيات في القانون الإطار التي تؤكد على حق هذه الفئة في الولوج إلى تعليم، لأنه بالتعليم غادي نضمنوا الاندماج ديال هذه الفئات في المجتمع. شكرا السيدة الوزيرة. تعقيب السيد نائب، تفضلوا. سيدة الوزيرة المحترمة، رغم المجهودات التي تحدثتم عنها، فإن حصيلة برنامج إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في منظومة التعليم والتربية لا ترقى إلى طموحنا جميعا، ولا تنسجم مع الوثيقة الدستورية التي تكفل الحق في التعليم للجميع ودون تمييز، كما أن هذه الحصيلة المقلقة لا تساير المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا. لذا فإننا نطالبكم السيدة الوزيرة المحترمة بضرورة الإسراع والتعجيل بتوفير البنيات التحتية الضرورية لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدارس العمومية، وحسب البرامج المعمول بها رسمياً بالنسبة للإعاقة الخفيفة أو المتوسطة، أو داخل مؤسسات تربوية خاصة بالنسبة لذوي الإعاقة العميقة. كذلك تقوية قدرات هيئة التدريس والتفتيش التربوي والمكونين في مجال التربية الدامجة والتحسيس والتوعية بحق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تربية دامجة جيدة. السيدة الوزيرة المحترمة، هذه الفئة تعاني في صمت، وخاصة في العالم القروي، ويعاني معهم. شكرا
هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب من فريق الأصالة والمعاصرة أو السيدة النائبة. سيد الرئيس. تفضلي السيدة النائبة. ذوي الاحتياجات الخاصة هو كشعار وكأفكار ممتاز، ولكن مع الأسف الواقع كيقول غير ذلك. ولكن هل هناك وسائل كفيلة لتحقيق هذا الحق وعلى رأسها وسيلة النقل؟ هناك بعض المدن كمدينة فاس اللي ألغت المجانية ديالها ودرت واحد الحواجز فولادية اللي كتمنع أن ذوي الاحتياجات الخاصة من الولوج لهذا الحافلات. السيدة الوزيرة، وهذا مع الأسف هذه الحواجز ما كتحترمش الكرامة الإنسان. السيدة الوزيرة، رغم أن هناك واحد الحكم قضائي باش يلغي هذه الحواجز، ولكن مع الأسف لازالت هناك حواجز. هنا هذه المسائل السيدة الوزيرة كتضرب في العمق المواثيق الوطنية الدولية وكذلك حقوق الإنسان. ما رأيكم في هذه الحالة الشادة؟ وشكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة لكم السيدة الوزيرة للرد على التعقيبات. شكرا لكم السادة النواب على هذا التفاعل، وهذا الموضوع في الحقيقة هو موضوع مهم، لأنه مش فقط شأن ديال الوزارة، ولكن هذا شأن مجتمعي، لأن قضية النهوض والاهتمام يعني بالأطفال اللي هما في وضعية إعاقة وتمدرسهم هذا شأن مجتمعي، مفروض أن ننخرط فيه جميعا. وحنا اليوم السياسة العمومية الموجودة تحتاج فعلا إلى التقائية بين مختلف المتدخلين، الالتقائية من أجل النجاعة. وهذه الالتقائية إن شاء الله في الميزانية، أثناء عرض الميزانية سنتقدم بمجموعة من المقترحات في هذا الشأن. وأنا متفقة مع السيد النائب أنه كاين إنجاز، ولكن ما زال نطمح إلى يعني الأكثر. والدليل على ذلك أنه انتقلنا من قسم واحد، سيد نائب كان عندنا قسم واحد في التسعينات، اليوم عندنا 700 قسم دامج، هذا كيعني ان بلادنا في تطور مستمر في هذا الموضوع. شكرا شكرا السيده الوزيره. ونمر الى السؤال الموالي، وهو المتعلق بضعف عدد المستفيدين من برنامج الدعم للاشخاص في وضعيه اعاقه للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره. تفضلوا السيد نائب ليوضع السؤال. شكرا سيد الرئيس. السيدة الوزيرة كشفت تقرير المجلس العام للحسابات حول صندوق الدعم التماسك الاجتماعي عن جملة من الملاحظات حول تدبير برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، لذا نسائلكن السيدة الوزيرة عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتقوية عدد المستفيدين من برنامج الدعم الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة. وشكرا. جوابكم السيدة الوزيرة، تفضلوا. نعم، أولا السيد نائب المحترم ماشي هذا السؤال اللي توصلنا به، السؤال الذي توصلنا به، مع ذلك غادي نجاوب ماشي مشكل، ولكن ماشي هذا هو السؤال اللي توصلنا به. توصلنا بسؤال اخر متعلق باننا سنساهموا يعني في تاخر في عمليه ديال ضعف عدد المستفيدين من الدعم للاشخاص في وضعيه اعاقه، هذا هو السؤال. بالنسبه لهذا السؤال المتوصل يعني المتوصل به، كنأكد يعني في جزء منه ما قلته في نصف من السؤال السابق، ان اليوم في بلادنا هناك سياسه مرتبطه بالأشخاص في وضعية إعاقة، بل أكثر من ذلك نحن الآن نشتغل لإخراج مخطط من أجل ضمان يعني الدعم للأشخاص في وضعية إعاقة. طبعاً أنتم كتعرفوا أن هذا الموضوع فيه إشكالات من ناحية التقنية، وهو نميز الإعاقات، أنواع الإعاقة في المغرب، لأن الإعاقة ماشي وحدة، كان الإعاقة العميقة، كان الإعاقة الخفيفة. فاليوم إحنا وهذه الدراسة مهمة جداً، إحنا في مراحلها يعني متقدمة جداً، باش يكون عندنا الصورة واضحة. ثم بالأعمار، لأن يمكن تكلم على إعاقة عميقة، ولكن في أي عمر من الأعمار. وكتعرفوا بأن الإعاقة اليوم في الإحصائيات الوطنية أحياناً كيتم الخلط ما بين الإعاقة على مستوى الأطفال والإعاقة المسنين، فإذا لابد من ضبط هذا يعني ضبط الفئات اللي هي معنية بالاستفادة. وحنا كنشتغلوا على هذا الموضوع، وإن شاء الله قريباً غادي يكون يعني غادي نعنوا على بعض المبادرات في هذا الشأن. وبالنسبة لصندوق التماسك الاجتماعي، طبعا هذا صندوق كان من الإنجازات الكبيرة التي أنجزت في 2015، واللي بالمناسبة كيقدم خدمات مهمة. بالنسبة للأرامل، الأرامل اللي اليوم وصلنا تقريبا 100,000 مستفيدة من هذا الصندوق، نساء الأرامل، وأكثر من 170,000 طفل يستفيدون من هذا الصندوق. هذا إنجاز كبير وكبير جدا، وطبعا تمويله من هذا الصندوق اللي ما يمكن لنا كمغاربة جميعا. شكرا السيدة الوزيرة. هل من تعقيب الفريق؟ تفضلوا. شكرا سيد الوزيرة. يعرف المغرب وضعية سوسيو ديموغرافية مقلقة من حيث ارتفاع عدد الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث يبلغ عددهم سنة 2014 1,700,000 نسمة،
كما أن أسرة من أربع أسر مغربية معنية بالإعاقة. سيد الوزيرة، يعرف إقليم الناظور نسبة انتشار الإعاقة تقدر ب 3.1% متجاوز المعدل الوطني، كما أشار التقرير المندوبية السامية للتخطيط سنة 2017. سيد الوزيرة، يحظى الأشخاص في وضعية إعاقة برعاية ملكية سامية، كما أن الدستور المغربي في الفصل 34 ينص على ذلك. من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية، لذا يجب الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة من خلال أول تدبير اتخاذ تدابير مناسبة من أجل استهداف مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة، الرفع من الغلاف المالي المخصص للتمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، صرف المنح المالية للجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة في أجلها، توزيع منصف للجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة حسب الجهات، تشجيع الجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة. والإجراء اللي هو أهم هو أننا خص هاد الناس يكون عندهم واحد المدخول قار، هاد 1,700,000 خص يكون عندهم سوسيال صوماج اللي غياخدوه كل شهر باش غينفعهم في الحياة. السيد النائب المحترم، هل من تعقيب إضافي؟ فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة على المجهودات التي قامت وتقوم بها الوزارة لهذه الفئة من المواطنين والتي تستحق منا أكثر، إسوة بما تحقق لهذه الفئة على المستوى العالمي. وأرجو وأطلب من السيدة الوزيرة أن تدرس إمكانية المساهمة المادية لحل إشكالية مجانية النقل الحضري بالنسبة لهذه الفئة، ونحن بدورنا على المستوى المحلي سنعمل ما في وسعنا للمساهمة في الحل العملي الذي يرضي هذه الفئة العزيزة دون مزايدات سياسية. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ في بضع ثواني، 15 ثانية، تفضلوا السيد نائب. السيدة الوزيرة، فهاد السيدة الوزيرة السابقة كانت سميت الوزارة ديالكم وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية. تقلب شي حاجة ولات وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في الأخر، حيت ملي درتها في الأخر رجعت للمرسوم هو. غتخسروا فلوس دابا في الطامبونات وفي السميات وفي الأوراق، واش غتخسروا هاد الشيء كامل غادي تعاودوه؟ شنو هي؟ شكرا سيد النائب، انتهى الوقت. شكرا سيد النائب محترم. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة لكم السيدة الوزيرة للرد على التعقيبات. ها هو التوقيت قدامك، تفضلي. شكرا السادة النواب على هذا التفاعل الإيجابي، لأن فعلا هذا الموضوع ديال الأشخاص في وضعية إعاقة اليوم يسائلنا جميعا، ومشي فقط الحكومة أو الوزارة الوصية على تنسيق السياسات العمومية، ولكن كذلك الجماعات الترابية اليوم يمكن يكون عندها دور كبير في تخفيف الكثير من يعني المعاناة. اليوم الإحصاءات اللي تقدم بها السيد النائب غادي تجي مناسبة، وغادي نعطيكم الإحصاءات اللي هي مضبوطة فعلا، وغادي نعطيو كذلك الإحصاءات في مجال يعني الإعاقة الثقيلة في المغرب، وغادي نعطيو إحصاءات في مجال الأسر اللي عندها أكثر من معاق. وأنا بالنسبة لي هذا واحد المعيار مهم على مستوى الأسر والتحمل ديالها، شكون الأسر اللي عندها أكثر من طفل معاق وكتاخذ على العاتق ديالها هذه النفقات. فإذا غتجي مناسبة ونناقشوا هذا الشيء بالتفاصيل. فقط الإرادة موجودة، الإرادة السياسية موجودة، هذه الحكومة حكومة عبرت على أن التزاماتها يعني السياسة الاجتماعية، هناك التزامات كبيرة في هذا الشأن. شكرا سيدة الوزيرة، وشكرا لكم على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل للقطاع الموالي وهو قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في سؤالين. أولهما عن المساطر المعتمدة للاستفادة من برنامج تيسير للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضلوا السيد النائب ليوضع السؤال. شكرا السيد الرئيس. حول المساطر المعتمدة والطرق الاستفادة من برنامج تيسير نسائلكم. كلمة لكم السيد الوزير الجواب، تفضلوا. المحترم السيد النائب المحترم، شكرا على هذا السؤال. هذه مناسبة كتيحوها لنا باش نشيدوا بهذا البرنامج لحقيقة كي يمنح لواحد العدد الأسر ولا سيما في العالم القروي المناسبة لتم دروس الأطفال ديالهم. أريد أيضا أن أتطرق إلى التوسيع اللي تم بالنسبة لقاعدة المستفيدين. كنا في واحد الاستفادة، واحد
بالنسبة للمناطق القروية، الجماعات القروية اللي عندهم واحد المعايير ديال أكثر من 30% في الفقر، 8% في الهدر المدرسي، وخصها تكون جماعة قروية ديال مبادرة وطنية التنمية البشرية. ومرينا بعد تنفيذ التعليمات السامية لاستعمال واعتماد معايير أخرى، ولا سيما حاملي بطاقة الرماد. واليوم مرينا من 700,000 مستفيد إلى 1,800,000 مستفيد، وهذا الدخول هذا وصلنا ل 1,900,000. وربطنا هذا البرنامج بالحد من الهدر المدرسي، لهذا عنينا به فين عندنا المستويات العالية ديال الهدر المدرسي، العالم القروي بالنسبة للابتدائي والعالم الحضري بالنسبة للإعدادي. واليوم شكراً سيد الوزير. تعقيب السيد النائب، تفضلوا. شكراً سيد الوزير. لقد كان لهذا البرنامج تيسير الواقع الجد الإيجابي على ساكنة مجموعة هذه الجماعات بعد اعتماد هذا المشروع من طرف حكومة السيد عباس الفاسي، وبعد تثمينه من طرف صاحب الجلالة نصره الله وتم تعميمه على جماعة التراب الوطني. إلا أنه المصادر المعتمدة من أجل استفادة من هذا البرنامج تطرح العديد من التساؤلات، وخصوصا فيما يخص بطاقة رماد. كيف نوازي برنامج فاشل اللي هو بطاقة رماد بشهادة الجميع مع برنامج طموح اللي هو تيسير، وهي قمة التناقض في نظري. كذلك برنامج رماد فيه حتى الناس ديال الهشاشة تيخلصوا 120 درهم لكل طفل باش يستافدوا ب 60 ولا 80 درهم في برنامج تيسير، يعني كنعطيهم باليمين وتاخذوا لهم الشمال. كيف يعقل السيد الوزير ان الارامل والمطلقات لا يستفيدون من هذا البرنامج بدعوى تعدد البرامج؟ هل هي حلال علينا وحرام عليهم؟ السيد الوزير، هناك مجموعه من الاعوان الذين يتقاضون 1000 حتى 1500 درهم يستغلون طرف شركات المناولة، ولا عندهم الدخل محدود، عندهم لا سي ان اس. شكرا سيد النائب، شكرا، انتهى الوقت. هل من تعقيب اضافي؟ نمر للسؤال الموالي، وهو المتعلق باستفادة الطلبة من السكن الجامعي برسم السنة الجامعية 2019-2020 للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلي السيدة النائبة لوضع السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارتكم لتسهيل حصول الطلبة على السكن الجامعي لهذا الموسم الدراسي، وشكرا. كلمة لكم سيد الوزير الجواب. شكرا سيد الرئيس المحترم. السيدة النائبة المحترمة، كان سبق لي الأسبوع المنصرم أن أجبت على هذا السؤال، وهذا مناسبة أيضا تأكيد على المجهودات التي تقوم بها الدولة لإحداث واحد العدد ديال الأحياء الجامعية. كنا في واحد الوتيرة ديال حي جامعي السنوات الأخيرة سنويا، واليوم إن شاء الله غنتقلوا لجوج ديال الأحياء باش يمكننا نستجبوا للطلب ديال الولوج للإيواء بالنسبة للطلبة. المعايير هي معايير واضحة، هو أولا الدخل السنوي الأبوين، عدد الأبناء تحت الكفالة ديال الأباء، التفوق العلمي، المستوى الدراسي، واليوم أيضا واحد العدد ديال الفئات ديال الطلبة هما معنيين كمكفولي الأمة، المتخلى عنهم، اليتامى، ذوي الإعاقة، وأبناء المقاومين وجيش التحرير. اللي ضروري هي الطلب ديالكم ماشي لمنح طلبة المنحدرين من أقاليم من مناطق قروية الاستفادة أكثر. اليوم فاش كنديروا إحصاءات تقريبا 80% المستفيدين من الأحياء هما منحدرين من مناطق قروية، لهذا لابد أيضا إضافة واحد المعيار اللي غادي يمكننا ندخله السنة المقبلة، هو واحد نسبة توزيع بين الأقاليم على مستوى كل جهة. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير. تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، في كل بداية موسم دراسي جديد كنلقاو راسنا مضطرين نطرحوا هذا السؤال، لأن الواقع ديال الأحياء الجامعية والواقع ديال الطلبة اللي العدد ديالهم كبير المتوافدين على الجامعات والتعليم العالي مقارنة مع الأحياء الجامعية، كنلقاو بأن هناك ما كاينش واحد التناسب بين عدد الطلبة اللي كيجيو كل عام وبين الأحياء الجامعية اللي كاين. سيد الوزير، إلا ما كناش مع كل إحداث لنواد جامعية جديدة خص يتحدث معها حي جامعي ولا يتوسع، ولا لأن الواقع سيد الوزير هذه الإجراءات اللي هضرتوا عليها وهذه المساطر اللي هضرتوا عليها سيد الوزير الواقع يفندها. علاش؟ لأن كنلقاو
تلقاو نسبه كبيره حلم ديال التعليم الجامعي خصوصا الوافدين من العالم القروي من الفئات الفقيره كنلقاوه كيضيع، لان هذا سبب مباشر في الهدر الجامعي هو السكن الجامعي، لان السيد الوزير كنلقاو بان هناك فئات ميسوره ربما كنلقاو الابناء ديالهم في الجامعات اللي هذا حقهم، في مقابل الفئات الفقيره والفئات الهشه والوافده من العالم القروي ما كيتم لاجراءات المسطريه المعقده او لذاك التسجيل الالكتروني اللي ما كيكونش في متناول الجميع خصوصا على الضغط اللي كاين. نتمنى السيد الوزير ان الوزاره ديالكم تزيد تعمق النظر في هذا الاشكال اللي هو مرتبط بكرامه الطالب بالتمدرس ديالو وبالاستمرار ديال هذا الحق اللي هو الحق في التمدرس الجامعي. سيد الوزير نتمنى لكم التوفيق وشكرا. شكرا السيده النائبه. هل من تعقيب اضافي؟ فريق الاستقلالي تفضل. عفوا سؤال لا، فريق التجمع الدستوري تفضلي السيده النائبه. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير كما كنعرفوا جميعا على انه تكلمنا فعلا في الاسبوع الماضي على المنح، ولكن لابد ان نؤكد ونبغي نقول لك السيد الوزير واحد مجموعه الطلبه والطالبات بعمله الماديه في النطاق كيعيشوا استياء وغضب شديد بسبب عدم استفادتهم من المنح الجامعيه. حنا السيد الوزير يعني كنطلبوا منكم في فريق تجمع الدستوري على انكم تشوفوا بعين الرحمه في هذه الطلبه والطالبات، وانكم تتكرموا في حال السنه الماضيه باضافه حصص لكل الطلبه المغاربه باش حتى هما يستافدوا. كتعرفوا السيد الوزير على ان منطقه عمله المضيق في النطاق تحديدا كيعيشوا الناس ديالها من التهريب، وكتعرفوا بان مؤخرا باب سلته كانت مغلقه، وان الركود التجاري اللي كتعرفوا المنطقه هو رهيب لم تشهده المنطقه من قبل، وبالتالي اغلب هؤلاء الطلبه والطالبات كينحضروا من هذه الاسر الهشه الضعيفه. شكرا السيده النائبه. انتهى الوقت. كلمه للفريق الاستقلالي تفضلي السيده النائبه. لا. عم السيد الوزير غير نحيطك علما بان كاين تلميذات وتلاميذ من اعالي جبال الريف ترقيس تكتامه إساقن طبران بني بشير كيعانيوا الفقر والهشاشه بعد المسافه، ما استفدوا لا من الحي الجامعي بجامعه عبد الملك السعدي بتطوان او لا بطنجه، ولا من المنح الدراسيه علما بانهم يستحقون الاستفاده من الحي الجامعي من المنح الدراسيه. لهذا نطالبكم بتسريع انشاء النواه الجامعيه باقليم حسيمه لفك هذا الحي. شكرا السيده النائبه المحترمه. انتهى الوقت. كلمه لفريق العداله والتنميه تفضل السيد النائب. الوزير غير بالمناسبه السيد الوزير في الموقع ديال السطات هناك واحد البنايه ديال الحي الجامعي ما اكتملاتش هذه السنوات، داروا لي كروز اوفر ولكن لا فيليسيون مازال ما كاملش رغم انه كاين اشكال حقيقي ديال ايواء الطلبه. وبالمناسبه بغينا نلتمسوا منكم انه تكملوا لنا اللائحه ديال المستحقين ديال المنح. شكرا سيد النائب. انتهى الوقت. هل من تعقيب اضافي اخر؟ فريق الاشتراكي تفضلوا السيد النائب المحترم. السيد الوزير حنا عارفين العرض اقل من الطلب، هذا اشكال بطبيعه الحال، لكن هذه المعايير اللي حطوا عليها خصها تحترم اولا، ما كاينش شي فئات اللي تكون محظوظه واللي يكون في حقها الاستثناء في اطار المساواه بين المواطنات والمواطنين. ثانيا الطلبه ديال الماستر كيف يعقل على ان بعض الطلبه كيتفوقوا كيقراوا السنوات ديالهم الجامعيه وملي كيطلع الماستر واش ياخذ الحي ولا ما ياخذوش؟ خصها تكون بشكل اوتوماتيكي اللي نجح خذا الاجازه ديالو ونجح في الماستر يبقى كيستافد من الحي، ما يدفعش الملف ديالو من جديد. شكرا. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب اضافي اخر؟ كلمه لكم سيد الوزير للرد على التعقيبات. شكرا السيد الرئيس. لو سمحتي السيد الرئيس غادي نجاوب ماشي بالترتيب. بالنسبه للنقطه الاخيره اليوم 70% اللي كياخذوا الحي بالنسبه للاجازه، 20 بالنسبه للماستر و10 بالنسبه للدكتوراه. هذا المعيار اعتمدناه بالنسبه للمنح، اللي عنده المنحه في المستوى ديال الاجازه كياخذ المنحه في الماستر، ولكن بالنسبه للاحياء كاين مشكل كبير ديال الطلاب المتزايد. اليوم عندنا تقريبا 59,000 اللي كنستطيعوا باش نمنحوا لهم هذه الخدمه، علما ان القطاع الخاص ايضا كيوفر واحد 20,000 اضافيه. 80,000 درهم لكل حي سنويا، 160 مليون اللي كنرصدوا كميزانيه سنويه بالنسبه لانشاء الاحداث، و50 مليون درهم بالنسبه لجوج ديال الاحياء، ميزانيه هامه. لهذا حنا كنمشيو ان شاء الله سنه بعد سنه. بالنسبه للحسيمه تم خلق اعتماد خلق مؤسستين، كليه متعدده التخصصات والو ان سي جي اللي غادي يكون ان شاء الله في ايت قمره، وغنخلقوا واحد مدينه جامعيه. حنايا في طور انتقاء
اقتناء الارض ان شاء الله واحد الوعاء عقاري ديال 50 هكتار في 50 في أيت قمرة، وغادي يتم الاحداث ديال هذا المستوى. بالنسبه للسطات كاين مشكل مع المقاول والقضيه في المحكمه، نطلب الله نخرجوها من القضاء باش يمكن لنا نباشروا العمل ديالنا. شكرا لكم. شكرا لكم سيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه. وننتقل الى القطاع الاخير في هذه الجلسه ايضا، وهو قطاع الاوقاف والشؤون الاسلاميه في سؤال واحد عن دور مؤسسات محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعيه للقيمين الدينيين للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق العداله والتنميه. تفضلوا السيد النائب لوضع السؤال. شكرا لك السيد الرئيس. السيد الوزير هنيئا لك بعدد الثقه المولويه. عن حصيلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقيمة الدينيين نسائلكم السيد الوزير، وبالخصوص ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان استفادة هذه الفئة من التأمين من الخدمات والتأمين الاجتماعي، وشكرا لكم السيد الوزير. كلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، أشكركم السيد النائب المحترم وفريقكم. من سابق عناية أمير المؤمنين عزه الله بالقيمين الدينيين أمره بتأسيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ 9 ربيع الأول 1431 الموافق 23 فبراير 2010، وهي مؤسسة مستقلة تحت الرئاسة الشرفية لجلالته. باشرت خدماتها الاجتماعية وصلها رصيد مشكور من تجربة في بابها. قدر ميزانيتها لهذا العام 125 مليون درهم 326 ألف، عدد المستفيدين 91 ألف، بين إمام وخطيب ومؤجل وموظف وحارس وواعظ رسمي وعاجز. لها إدارة عمل وفق أحدث أساليب التدبير. مجالات الإسهام: إعانة العجز، إعانة الوفاة، إعانة عيد الأضحى، إعانة الزواج، إعانة تمدروس من حد التفوق، إعانة السكن، مساعدة استثنائية على مشاريع مديرة للداخل، مساعدة طبية استثنائية، النقل الطبي، حملات طبية، مؤنة رمضان، المقيمات الصيفية لأبناء القيمين، النقل الطرقي، الاستبناك. تبذل الوزارة بالتفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية مجهودا مستمرا للزيادة في الوسائل المالية للمؤسسة. أما فيما يتعلق بميادين تدخلها فهو محدد بالظاهر الشريف، وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، لتقييم حصيلة المؤسسة أحب أن أقف عند الدراسة التي قامت بها المؤسسة نفسها بتعاون مع مكتب خبرة. نتائجها بيّنت سيد الوزير أن هناك خدمات لم تتجاوز نسبة الرضا عنها من طرف القيمين الدينيين 50% أو 60%، كإعانة عيد الأضحى المحددة في 500 درهم وهي للأسف، وإعانة التمدرس التي تصرف في السنة الأولى من كل سلك دراسي بالنسبة مرة واحدة بالنسبة للابتدائي فقط كمثال 900 درهم تصرف بما معدله 150 درهم فقط سنويا. وعلى الرغم من هزالة هذه الإعانات فإنها لم تصل بعد إلى درجة التعميم، بحيث لا زال هناك من ينتظر دوره ليستفيد منها، وحينما يسأل كان الجواب عدم كفاية المبالغ المرصودة. أيضا بالنسبة للمساعدة الطبية والنقل الطبي المتكرر للذين يعانون من أمراض مزمنة كالقصور الكلوي، فالاستفادة دائما تبقى في حدود الاعتمادات المادية. شكرا سيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ كلمة لكم سيد الوزير المحترم فيما تبقى من الوقت. طبعا فيما يتعلق بالجواب سيد النائب هو هذاك اللي تقطع، قضية الوسائل المالية. أما فيما يتعلق بالجانب الطبي ماشي هي رئيسية، غير تكميلية. أما هنالك نظام ماشي في المؤسسة ديال التغطية الشاملة لكل ما يتعلق بالجانب الطبي في الوزارة. شكرا.
شكرا لكم سيد الوزير على حسن مساهمتكم، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع الأسئلة المدرجة بجدول أعمالنا، ونمر الآن لتناول الكلام وفق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلسنا الموقر في موضوع واحد، وهو يتعلق بمآل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب. والمتحدث الأول هو السيد رئيس أو فريق الاستقلامي للفريق الاستقلالي، والمتحدث الثاني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل فريق الاستقلالي لطرح للحديث في الموضوع المشار إليه. تفضلوا. السيد الرئيس، في إطار مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أتناول الكلمة باسمي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية للتساؤل عن مآل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. الكلمة المتحدث الثاني من فريق العدالة والتنمية. السادة عفوا السيدة النائبة المحترمة، الحديث يكون في السيدة النائبة لكم من الوقت دقيقتين، لكم أن تستكملوا الحديث أو تعتبروا قد استنفذتم الوقت المخصص. ذلك أن بعد توقيف السيد المسؤول وكذلك المجلس المسير، يتساءل كثير من موظفي هذه التعاضدية عن مآلي، أولا ما يتعلق بأمورهم، وعن الوضعية التي سوف تؤول إليها هذه التعاضدية. ولذلك سؤالنا هو في إطار إجابة الموظفين والمتعاقدين مع هذه التعاضدية عن وضعهم فيما بعد، وشكرا. شكرا. الكلمة للمتحدث الثاني من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. هو هذا الإحاطة، اولا بغينا نحتفلوا بهذا القرار التاريخي، لانه مثل هذه القرارات تعطي الامل في ان الانتصار على الفساد مهما طال الزمن ممكن. هذا واحد الفساد جاثم على واحد التعاضدية، ونعلم ما هي التعاضدية. هذه مساهمات المنخرطين وتتقوم بمهام اجتماعية في الوفيات، في الأضرار، في الحوادث، وهناك من يأكل هذا المال بالباطل. لذلك فأولا للاحتفال، وقد احتفل الناس بها بالزغاريد، هذا القرار الذي احتفل به بالزغاريد. ثانيا بغيت نوه بوزيرين بالحكومة كلها، ولكن بجوج ديال الوزراء، الوزير السي محمد يتيم، هذا القرار سيحسب له القرار، والوزير السي محمد بن شعبون، ونوه كذلك بهيئة ديال التأمينات اللي قامت في إطار المؤسسات والاستقلالية الحقيقية ديال المؤسسات، قامت بالدور ديالها ورفعت تقرير، وعلى أساسه قامت الحكومة بما يجب. ثانيا بغيت نقول بأن هذا التأخر اللي كان في اقتلاع هذا الفساد رحنا مساهمين فيه، راه القانون مدونة التعاضد أحيل في قراءة ثانية على مجلس مستشارين من 3/8/2016. هل يعقل أنه مدونة ديال التعاضد تبقى 3 سنين؟ هذا ماشي الثلاجة، هذه الكونجيلاتور. لذلك فعلى مجلس مستشارين في إطار الاحترام بين المؤسسات أن يقوم بدوره وأن يخرج شنو هي هذه مدونة التعاضد. هي تجويد الحكامة وقيام الحكامة الجيدة في ميدان خطير جدا. هذه أموال المنخرطين، هذه أموال اليتامى، أموال الجرحى، أموال اجتماعية حقيقية، لذلك لا يمكن أن نسمح في العبث بها والتصرف بها. كذلك بغيت نقول للسيد الوزير، هذا القرار من بين الحيثيات ديالو قيل بأنه تجاوزات جسيمة وخطيرة فيها خرق القانون وخرق النظام الأساسي، فلا يكفي حل التعاضدية
هناك ترتيب. شكرا السيد النائب المحترم. كلمة للحكومة، تفضلوا السيد الوزير. شكرا، شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدين النائبين، شكرا للفريقين المحترمين على هذه الإحاطة. في الحقيقة الموضوع له راهنية كبيرة، وأنا كنتفق مع داك الشيء اللي قال السيد الرئيس، وكنأكد فعلا على أن الأمر يتعلق بخروقات كثيرة تم ضبطها وفظيعة، لأن أصلا الفصل 26 من الظاهر 63 لا يتيح الإمكانية ديال اللجوء إلى تعيين متصرفين إلا في حالة التجاوزات الخطيرة. فعلا أنا كنقول أنه ثبتت تجاوزات خطيرة تدبيرية ومالية، وهذا بنص تقارير في الحقيقة المنجزة، لأن الأمر يتعلق ماشي بتقرير ديال وزارة الشغل فقط، ولكن بتقرير ديال وزارة الشغل، بتقرير ديال وزارة المفتشية العامة للمالية، بتقرير ديال لاكابس اللي هي الهيئة ديال مراقبة التأمينات نعم، وتقرير ديال هيئة الرقابة، لجنة الرقابة اللي في التعاضدية، يعني في التعاضدية أيضا هذه الهيئة أكدت فعلا على أن كاينة خروقات فظيعة. اليوم لا 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 جوابا على ما طرحه الإخوان، التعاضدية والشؤون ديال التعاضدية وفقا للقانون بيد المتصرفين الأربعة الذين تم تعيينهم بمقتضى القرار المشترك بين وزير الشغل ووزير المالية مشكورين. هؤلاء مكلفون بتدبير شؤون التعاضدية لمدة 3 أشهر على أن يقوموا بالإعداد الانتخاب مكتب مسير جديد وفقا للقانون في 3 شهور، وأنا كنظن أنهم غيقوموا بهذه العملية قبل ما تسالي 3 شهور. بالنسبة للتقارير الأربع، نحن اليوم الأربع أو الخمس تقارير المنجزة في الموضوع، نحن اليوم بصدد دراستها وتجميعها، لأنها ماشي تقرير واحد بسيط، بصدد دراستها وتجميعها، وإن شاء الله إن كانت هناك ما يمكن أن يشكل جرائم، كونوا على يقين أن الأمر سيصل إلى يد القضاء ليقول كلمته، وشكرا. شكرا لكم السيد الوزير، شكرا للجميع، ورفعت الجلسة.